هي المحاضرة يعني حاساها تبقى يعني مش هقول تقيلة، بس يعني هي محتاجة تركيز. أنا هبدأها على يعني كام بوينت كده في الأول قبل ما أقول الفارماكولوجيكال تريتمنت. يعني طيب، أول حاجة أنا هتكلم على الديفينيشن، وهتكلم على الكلاسيفيكيشن، وهتكلم إزاي أعمل دياجنوزس، وإزاي أعمل أسسمنت لعياني عموما، يعني إيه المطلوب مني في العيان بتاعي، وايه هي الجلايسيميك تارجتس اللي انا عايزه اوصل لها. وبعدين بقى لحاجتين، يا اما ديفكت في الانسولين سيكريشن او في الانسولين اكشن. فهو المين باثولوجي عندي بيبقى عندي مشكله في الهايبر جلايسيميا، وهي اللي بتعمل لي المشاكل والكومبليكيشن بتاعته على السيلز. عارفين ان الدايابيتس برضو دي حاجه وورلد وايد، عندي عدد كبير جدا من البوبيوليشن افكتد، والعدد معلش دوت يا أميرة، هو معلش يا أميرة، هو السلايد مش ممكن تكبر عن كده؟ اكبر تاني انت لما كده بتكبر، لا كده كويس. اه متهيألي كده معقولة كده. اه كده ايوه كويس ايوه تمام كده تمام. تمام. طيب عندي الدايابيتس بيزيد ليه اليومين دول بسبب ان انا عندي فيه ريسك فاكتورز كتيره، منها جينيتيك، ومنها ان الحاجات الباد نيوتريشن هابت والسيدنتري لايف هي اللي مخليه لي زودت لي الانسيدنس والبريفالنس بتاعت الدايابيتس. طيب انا عندي الكلاسيفيكيشن بتاعت الدايابيتس بيتقسموا لاربع مجموعات كبار. اول حاجه تايب 1 وتايب 2، دولت اكتر حاجتين احنا بنقابلهم. تايب 1 ده بسبب اوتو اميون بيتا سيل ديستراكشن، هيؤدي الى عندي ليدنج تو ابسوليوت انسولين ديفيشنسي. تمام. تايب 2 ده بروجريسيف لوس للبيتا سيل سيكريشن، وفي باك جراوند انسولين ريزيستنت. تمام. التايب 2 ده فيه اكتر من فاكتور بيبقى مشترك فيه، وهنشوفه دلوقتي. وعندي جيستيشنال دايابيتس، ده بيبقى دايابيتس دايجنوزد في السكند اور ثيرد تريمستر اوف بريجننسي، في عيانه ما كانتش قبل كده عندها دايابيتس قبل البريجننسي. وعندي سبيسيفيك تايبس، زي عندي امونوجينيك دايابيتس سندروم، وعندي الديزيز بتاعت اكسوكراين البنكرياس زي سيستيك فايبروزز والبنكرياتايتس، وعندي دراجز او كيميكال زي الجلوكوكورتيكويد والتريتمنت بتاع الاتش اي في او الايدز، او افتر الاميونو سبريسنت بتاعت العيان بياخدها افتر ترانسبلانتيشن. تمام. انا الاشهر اللي بالنسبه لي اللي انا بشوفه كتير في العياده وبشوفه في القسم اللي هو تايب 1 وتايب 2. تمام. قلنا تايب 1 عارفين كلاسيكال سيمتومز، ده بيبقى عندي كومبليت ديستراكشن، والعيان بيبقى فيه ابسولوت انسولين ديفيشنسي وماشي على الانسولين. تايب 2 ده بتاع الادلت اللي بيبقى فيه ميتابوليك سيندروم، العيانين اللي بيبقوا اوبيز، وبيبقى معاهم فاميلي هيستوري، وبيبقى معاهم اوبيزيتي، ودولت بيبقوا ماشيين على اورال. تمام. هنقول الباثوجينيسيس بتاعت الاثنين. اول حاجه تايب 1 ده عيان يبقى عنده جينيتيك سسبتابيليتي، وبيتعرض لحاجتين، يا اما حاجه اوتو اميون ديس اوردر، او حاجه انفايرمنتال اكشن زي الفيرال او توكسيك ايجنت بتعمل لي immunological ريسبونس تؤدي الى destruction للبيتا سيل، فيبقى في عندي لاك للانسولين ريليس، فالعيان بتاعي بيبقى كده بقي تايب 1 دايابيتس. في العيانين الهيلثي يبقى في عندي البيتا سيل بتطلع لي انسولين، الانسولين بياخد الجلوكوز يدخله للسيلز علشان يبدا الاكشن بتاعه. في العيان الدايابيتيك لا، انا عندي البيتا سيل بيحصل لها ديستراكشن، مفيش عندي انسولين ريليز، مفيش عندي جلوكوز بيدخل في السيلز، فبيبقى في عندي هايبر جلايسيميا. طيب تايب 2 دايابيتس زي ما قلنا ان هو بيشترك فيه حاجات كتيره، حاجه اسمها اومناس اوكتيت، عندي 8 فاكتور بيشتركوا في الباثوجينيسيس بتاع تايب 2. تمام. عندي منهم اول حاجه البنكرياس، بيبقى فيه عندي ديكريز للانسولين سيكريشن، وبعدين بيبقى فيه عندي في برضه بالبنكرياس برضه الالفا سيلز، بيبقى فيه عندي انكريز للجلوكاجون سيكريشن، في عندي على مستوى الليفر بيبقى انكريز نقفل المايك يا جماعه ولا لا؟ كملي يا أميرة، انت صوتك واضح، بس يا جماعة اللي فاتح المايك بتاعه نستأذنه ان هو يقفل، وانت صوتك واضح بالنسبة لنا. طيب عندي على مستوى الليفر بيبقى في عندي انكريز للهباتيك جلوكوز برودكشن. تمام. على مستوى الاديبوز تيشو بيبقى في عندي انكريز اللايبوليسيز، على مستوى الماسلز بيبقى في ديكريز الجلوكوز ابتيك، على مستوى الكيدني بيبقى في عندي انكريز للجلوكوز ري ابزوربشن، على مستوى الجي اي تي بيبقى في عندي ديفيشنت او ديكريز في الانكريتين افكت،
على مستوى البرين بيبقى في عندي مشكله في النيورو ترانسميترز، بيبقى في عندي مشكله في الساتايتي سنتر، فكل الحاجات دياتي تؤدي الى هايبر ايه جلايسيميا، وتؤدي ان انا يبقى في عندي ايه دايجنوزز ان انا عياني دايابيتك او ان انا عندي كرونيك ايه هايبر جلايسيميا. طيب اشخص عياني ازاي؟ اول حاجه انا عندي دايجنوستيك كرايتيريا عشان اشخص بيها عياني دايابيتس. اول حاجه عندي الفاستنج يبقى اكتر من 126 مللي جرام بير ديسيليتر او اكتر من 4 مللي مول بالليتر. يعني ايه عشان اقول ان انا عياني اقول ان هو فاستنج صح؟ يبقى العيان بقاله 8 ساعات نو كالوريك انتيك، العيان بقاله 8 ساعات مش ما اخدش اي كالوريز، ماشي شارب ميه ماشي بس ما فيش عندي اي كالوريز. او ان انا عندي 2 اورز بوست برانديال يبقى عندي بلاد جلوكوز اكتر من 200 مللي جرام بير ديسيليتر اللي هي 11 مللي مول ديورنج اورال جلوكوز تولرانس تيست. يعني ان انا مش هقول سكر، مش هقول صايم وبعد ساعتين العيان ياكل اسحب له عينه، لا انا العيان بتاعي صايم سحبت له العينه المفروض بعديها بياخد 75 جرام جلوكوز تمام متذوبين في ميه، وبعدين بعد ما اول ما بياخدهم بحسب ساعتين واسحب الايه واسحب العينه الثانيه اللي هي ايه بوست براندين. لان انا لو قلت العيان ياكل وبعدين يفطر، في واحد هيفطر بسكوته، في واحد هيفطر مش عارفه ايه، فيبقى في عندي فاريشن لا انا بحكم عليها ان هي تكون في الاورال جلوكوز تولرانس ايه تيست اللي هي ب 75 جرام ايه كربوهيدرات. ودي غالبا يعني مش معامل كتير بتعملها يعني. او ان انا عندي الاي 1 سي بقى اكتر من 6.5 ايه في الميه تمام، او ان العيان بتاعي فيه كلاسيكال سيمبتومز للهايبر جلايسيميا او هايبر جلايسيميك كرايسيس اللي هي البوليوريا والبوليديبسيا والويت لوس كاتابوليك سيمبتومز، ومعاه راندوم اكتر من ايه اكتر من 200. انا بقول دول اتنين من دول يشخصوا، او عشان اكونفيرم انا عايزه اعمل للعيان بتاعي تو تيست يبقوا بوزيتيف، او ان انا من عينه واحده، او ان انا يبقى عندي عينتين مختلفتين. يعني لو العيان عملت له سكر صايم وعملت له اي 1 سي والاثنين يشخصوا من نفس السامبل كده عياني دايابيتك، او لو عملت له مره تمام وطلعت واحده دايجنوستيك ممكن اعيد مره تاني وتبقى واحده تاني يبقى كده ايه كده عندي اتنين في عينتين مختلفتين او تو تيست من نفس ايه من نفس العينه. طيب انا قلت دايابيتك لو سكري اكتر من 126، طب وانا عندي النورمال اقل من ايه 99، في زون كده في النص اللي هي ما بين النورمال اللي هي اكتر من النورمال واقل من ايه واقل من الدايجنوز بتاع الدايابيتس، دي بسميها ايه بسميها بري دايابيتس تمام. البري دايابيتس ده ممكن يبقى بدايه ان عيان يبقى دايابيتك، لو العيان ما بقاش كنترول دي العيان هاي بروجريس والعيان بتاعي يبقى دايابيتك. فالكرايتيريا عشان اقول ان انا عياني دايابيتس اللي هو لا اكتر من النورمال واقل من الدايجنوز بتاع الدايابيتس، اللي هو الفاستنج هيبقى اكتر من 100 بس اقل من 126، ال 2 hours post prandial اكتر من 140 واقل من 200، او ال A1C اكتر من 5.7 ولكن ايه اقل من 6.5 تمام. وقلنا ان هو البري دايابيتس ده لو استنيت في العيان على العيان بتاعي ممكن يبقى دايابيتك، فعلشان كده انا دلوقتي الايرا او الترند دلوقتي ان انا اديتكت العيان اللي هو سسبكتد ان هو يبقى ايه يبقى دايابيتك عشان اعمل له كنترول قبل ما يحصل له ما يدخل في الدايابيتس والمشاكل ايه والمشاكل بتاعته. طيب مين اللي هم اعمل لهم سكريننج؟ عندي حاجات، اول حاجه لو عيان اوفرويت او اوبيس البي ام اي بتاعته اكتر من 25 كيلو جرام بير متر سكوير تمام، وعنده حاجه من الايه حاجه من الريسك فاكتورز دول، ان هو عنده فيرست ديجري ريليتيف ويز دايابيتس، او ان العيان الهاي ريسك ريس في العيان مثلا الافريكان والامريكان والحاجات دي، او ان العيان كان عنده كرونيك فاسكولار ديزيز، او ان العيان سيريبرو فاسكولار ديزيز، او ان العيان هايبرتنسيف تمام ضغطه اكتر من 140 90 او هو اوريدي على انتي هايبرتنسيف، او ان العيان عنده الديسليبيديميا، او لو ان عندي فيميل بيشنت عندها بوليسيستيك اوفري سندروم، او ان العيان فيزيكالي ان اكتف وان هو يبقى اوفر ويت او اوبيز، او ان العيان فيه كلينيكالي انسولين ريزيستنس، في اكانسوسس نيجريكانز، في عندي العيان موربيد اوبيزيتي، دولت اي عيان اوفر ويت في حاجه من الحاجات دي لازم يبقى ايه سكريند ان هو كايه كبري دايابيتيك. طيب العيانين اللي هم خلاص قلت ان هم بري دايابيتيك انا بعمل لهم فولو اب كل سنه تمام، واللي الفيميل اللي اتشخصت ان هي جي دي ام قبل كده جيستيشنال دايابيتس برضو عرضة ان هي تديفولب دايابيتس وان هي تبقى بري دايابيتك، فبعمل لها فولو اب كل 3 سنين تمام.
او ان العيان اكتر من 45 سنه برضو لازم يبقى يحصل له ايه، يعمل له ايه سكريننج ان هو يبقى ايه كبري ديابيتك، علشان اعمل له بروتكشن بعدين. طيب احنا قلنا البري ديابيتس ده ممكن اعمل له، يعني لو وصلت العيان بتاعي في البري ديابيتك ستيت، انا ممكن احمي العيان بتاعي ان هو يتحول لايه لديابيتك بيشنت، بان انا بعمل ايه اول حاجه اللايف ستايل اسسمنت، ان انا العيان بتاعي لازم يبقى يمنتين النورمال بودي ويت، فلازم العيان بتاعي يحصل عندي ويت لوس اباوت 7% من البيزال بودي ويت بتاعه، وان العيان يعمل عندي ايه فيزيكال اكتيفيتي. تمام، في ميديكيشن زي عندي الميتفورمين كبريفنشن، تمام، بس لي في حاجات معينه لا، يعني ممكن ادي العيانين اللي هم البي ام اي بتاعتهم اكتر من 35، او العيانين اللي هم اكتر الايجد اكتر من 60، او لو ان هي فيميل وكان عندها ايه دايجنوزد قبل كده ان هي جيستيشنال دايابيتس. تمام، طيب اسسمنت، انا عياني دلوقتي خلاص عرفت ان انا عياني دايابيتك، المفروض مني انا اعمل ايه في العيان علشان اوصل للعيان بتاعي احط بلان كويسه للتريتمنت بتاع العيان بتاعي ده. اول حاجه بعمل ميديكال ايفالويشن واسسمنت للكوموربيديتيز بتاعت العيان، فاول اول مره اشوف فيها العيان بتاعي مطلوب مني اول حاجه انا هكونفيرم الدياجنوز بالدياجنوستيك كرايتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها، هكلاسيفاي الدايابيتس، هقول عياني ده اي تايب اوف دايابيتس علشان هعرف انا همانج على اي اساس، لان انا تايب 1 همشي في سكه، تايب 2 همشي في سكه. تمام، بعدين هشوف معايا اي كومبليكيشن للدايابيتس او اي كوموربيد كونديشنز علشان هتبقى من في دماغي في البلان بتاعت التريتمنت بتاعي، ولو ان العيان بتاعي فيه ريسك فاكتور او ماشي على ميديكيشن هاخدها معايا واشوف، يعني هشوف العيان بتاعي الفيدباك بتاعت الميديكيشن بتاعته ده، هي العيان كنترولد عليها ولا الحاجات دي مش كنترولد، يبقى محتاج ان انا في دماغي ان انا مش هبدا له الحاجه دي، هبدا له حاجه غيرها، وابدا اشرك البيشنت بتاعي في المانجمنت بلان بتاعتي واحط البلان اللي انا ايه اللي انا همشي عليها، لان الديابيتس من غير ما ان انت عيانك يبقى اورينتد معاك وعنده اراده ان هو هيشتغل وهيسمع كلامك، انت كانك كده بتنادي في ملطه زي ما بنقول. طيب هعمل بعدين بقى، خلاص انا خدت هيستوري من العيان، هعمل فيزيكال اكزامينيشن. ايه هي الحاجات اللي انا لازم اعمل لها فيزيكال اكزامينيشن؟ اول حاجه احسب البي ام اي بتاع العيان علشان اشوف انا عياني ده محتاج، عياني ده نورمال ويت ولا العيان بتاعي اوفر ويت او اوبيز، وهيبقى من ضمن اللاينز بتاعتي ان انا عياني محتاج يخس. تاني حاجه هقيس ضغط العيان علشان اكونترول البلاد بريشر معايا، وممكن اقيس الاورثوستاتيك بلاد بريشر لو ان العيان بتاعي كومبليننج. هعمل فوندس اكزامينيشن، هعمل ثايرويد بالبيشن خصوصا في عيانين تايب 1 لان هو اوتو اميون، ممكن يبقى معاه اوتو اميون ثايرويد افكشن. وهعمل سكين اكزامينشن عشان اشوف مانيفستيشن بتاعه الانسولين ريزيستنس زي الاكانسوزس نيجريجانز، او هشوف السايت اوف انجكشن او اللايبودستروفي علشان لو ان انا عياني جاي مش كنترولد، بدل ما ان انا شغاله ده ازود الجرعات بتاعتي مثلا بتاعه الانسولين، ممكن العيان بيبقى بياخد الانسولين غلط، بيحقن في اماكن غلط، الاماكن اللي بيحقن فيها الابزوربشن بتاع الانسولين بيبقى هيبقى اتاثر، فدي لازم تبقى عيني عليها وان انا اعمل لها اكزامينشن. واعمل العيان بتاعي فوت اكزامينشن علشان الدايابيتك فوت والكومبليكيشن. في الفوت اكزامينشن دي خلاص نقول دي يعني مش يعني هو المفروض اي عيان دي سكريننج مش هتاخد منه اي حاجه، يعمل فيجوال انسبكشن يشوف السكين اخباره ايه، يشوف في عندي ديفورميتي ولا لا، يشوف في عندي ألسر ولا لا، يشوف في عيان في فانجل انفكشن ولا لا، يشوف البريفرال ارتيريال ديزيز اخبارها ايه، لو ان هو هيعمل الفايبريشن والتاتش والمونوفيلمنت يبقى كويس، مش هيعملهم خلاص ويبعتهم لنا احنا نعملهم مفيش مشكله، بس على الاقل انسبكشن ويشوف البريفرال بولسيشن، لان العيانين كلهم ممكن يبقوا كرونيك سكيميا وتبقى في بلاوي زرقاء في رجله وانا رجل العيان متكلفته مش واخد منها مش واخد بالي منها ويبقى فيها ايه يبقى فيها كارثه مستخبيه. طيب عملت فيزيكال اكزامينشن، ايه الانفستيجيشن اللي انا تهمني في العيان بتاعي؟ اول حاجه لازم يبقى عندي A1C، لو ان العيان بتاعي في اخر 3 شهور ما عندوش A1C انت لازم تطلب A1C جديد. تمام،
الحاجات التانية دي بعملها كل سنة، الـ A1C أنا بعمله كل من 3 لـ 6 شهور، لكن الحاجات التانية دي أنا ممكن أعملها كل سنة، زي إن أنا لازم يبقى عندي لايبوجرام، لازم إن أنا عندي ليفر فانكشن مش قوي، بس الأهم من الليفر فانكشن إن أنا أعمل يورينري ألبومين تو كرياتينين ريشيو، وأعمل سيرم كرياتينين واستيميت جي إف آر عشان اعمل ستيجنج للعيان هو في انهي ستيج من كرونيك كيدني ديزيز، وعلشان كان انا لو ان انا في دوز ادجستمنت للعلاج بتاعي يبقى انا عندي جي اف ار قدامي واعرف العيان بتاعي ينفع اديله ده ولا ما ينفعش اديله ده. بعمل ثايرويد ستيمليتنج هرمون، دي غالبا عيانين في عيانين تايب 1 دايابيتس عشان الاوتو اميونيتي. فيتامين بي 12 احنا ما بنعملوش، احنا عياننا كلهم الحمد لله ماشيين على فيتامين دي، مش محتاجين ان احنا نعمله. بعمل سيرم بوتاسيوم ليفل لو العيان بتاعي ماشي على ايس او ماشي على دايوريتكس. خلاص خدت هيستوري من عياني وعملت له فيزيكال اكزامينيشن، شفت ايه المشكله اللي موجوده عندي، شفت وزن العيان، شفت ضغط العيان، شفت الكوموربيد كونديشنز اللي موجوده في العيان والريسك فاكتورز اللي موجوده، احط البلان بتاعتي اللي انا ايه هعمل بيها تريتمنت. اول حاجه انا مقسمه البلان بتاعتي او الاي دي اي مقسمها لي على 3 خطوات. اول حاجه ان انت الريسك للدايابيتس كومبليكيشن، اول سؤال هتساله عياني ده في اثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، العيان بتاعي ده عنده ريسك فاكتور للاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، او ان العيان دلوقتي بتاعي كرونيك اوريدي استابليشد كرونيك كيدني ديزيز، او ان هو انا وانا بحسب له جي اف ار خلاص خليت العيان كرونيك كيدني ديزيز وهو العيان مش واخد باله، والهايبوجلايسيميك ايه والهايبوجلايسيميك ريسك، علشان في العلاج بتاعي اختار حاجه لو عيالي بيدخل في هايبوجلايسيميا ابعد عن الادويه اللي بتدخل ايه في هايبوجلايسيميا. تاني حاجه جول سيتنج، انا هحط العيان بتاعي ده مش كل عيان يعني هو المانجمنت مش واحد، تمام المانجمنت انديفيدوالايزد، فانا مش كل عيان لا انا عايزه له الاي 1 سي بقى اقل من 7، لا في عيان هيبقى عايزاه اقل من 7، في عيان هبحبح ايدي معاه شويه، لا في عيان مش عارفه انا هعمل له ايه. فان انا اول حاجه انا هقول ايه هي الاي 1 سي والبلاد جلوكوز تارجت اللي انا عايزه اوصلها في العيان ده، ولو العيان بتاعي هايبرتنشن في هايبرتنشن موجود معايا برضو انا عايز اشوف عايزه ايه البلاد بريشر تارجت اللي انا عايزه ايه اوصل له، تمام. وبعدين بقى لما اجي هقول هبدا علاج، علاجي على 4 خطوات. اول حاجه لايف ستايل لايف ستايل لايف ستايل، مفيش عيان دايابيتك اديله علاج واسيبه وامشي، لازم لايف ستايل دي اول حاجه، حاجه مهمه جدا 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 في ان انا ايه في التريتمنت في المانجمنت بتاعي. انت لو ظبطت اللايف ستايل اصلا في ناس كتير من هي ظبطت اللايف ستايل بدات تقلل الميديكيشن اب تو ان في ناس وقفت ميديكيشنز يعني. بعدين فارماكولوجيكال ثيرابي للهايبر جلايسيميا، تمام يبقى انا لايف ستايل، بعدين هدي دواء عشان ينزل لي السكر اللي موجود معايا، بعدين هدي ادويه علشان الكوموربيد كونديشن او الديزيزز اللي موجوده معايا سواء كارديوفاسكولار ديزيزز او الهايبرتنشن او ان العيان بتاعي كرونيك كيدني ديزيز، وان العيان بتاعي هعمل له ايه هعلمه ازاي يعمل ايه يعمل فولو اب، تمام. دي اول ايه اول جزء معايا في المحاضره في الاسسمنت يعني موجود معايا، تمام. اول حاجه الجلايسيميك تارجتس، ايه هي التارجتس اللي انا عايزه اقول اوصل بيها لكل عيان عندي، ايه الحاجات اللي انا عايزه اوصل له. اول حاجه دي ريكومنديشن في نون بريجننت ادلت ويز دايابيتس، يعني عيان ادلت ومش بريجننت وومن، لان البريجننسي ليها تارجتس لوحدها، دي مش بتاعتنا احنا، هنخليها في اللي احنا بنشوفه اكتر. طيب انا عايزه الاي 1 سي يبقى اقل من 7%، عايزه البري برانديال جلوكوز يبقى من 80 ل 130. البري برانديال ده يا جماعه معناه الفاستنج، ولما اقيس للعيان بتاعي قبل الوجبات، مش ان انا مش ده الفاستنج بس، لا ده انا حتى ايفن لما اقيس للعيان بتاعي قبل ما يتغدى قبل ما يتعشى انا عايزه السكر بتاعي يبقى في ايه يبقى في الرينج ده، والبوست برانديال يبقى اقل ايه اقل من 180. الحاجات دي ممكن اشد ايدي شويه فيها وانزل بالارقام، وممكن ابحبح ايدي شويه فيها واطلع ايه واطلع بالارقام دي، على حسب الديزيز ديوريشن وعلى حسب الكوموربيد كونديشنز وعلى الحاجه بالايه وعلى حسب العيان بتاعي نفسه الهايبوجلايسيميك ريسك. الصوره دي موضحه لي اللي انا بقوله، يعني ان الحاجات اللي بتخليني اعمل انديفيدواليزيشن للجلايسيميك تارجت، ان انا قلت لو في عندي هايبوجلايسيميك ريسك، الديزيز ديوريشن،
life expectancy يعني العيان اليونج ايج اللي هيعيش كتير، هبقى عايزه اعمل له كنترول عن عكس العيان اللي هيبقى اولد ايج وفيه كوموربيد كونديشنز، انا مش عايزه اعمل له تايت كنترول معايا، مش هيفرق معايا في الموربيديتي والمورتاليتي بعدين، لو ان انا العيان بتاعي فيه كوموربيديتيز، لو ان العيان فيه فاسكولار كومبليكيشن، لو كل الحاجات دياتي بتحكمني او تخليني ايه اشد ايدي او ابحبح ايدي زي ما انا بقول. كل ما ان الحاجات اللي انا كاتباها دي اللي موجوده دي كانت اقل، كل ما ان انت كنت مور استرنزت وشديت ايدك وعملت تايت كنترول، كل ما الحاجات دي بتزيد كل ما ان انا بحبحت ايدي وان انا ايه لا انا مش عايزه اعمل تايت كنترول. ليه؟ قال لك ان الحاجات دي لو زادت انت مش هتفرق معاك التايت كنترول زي ما قلت، لان هو مش هيفرق في الموربيديتي والمورتاليتي بتاعت العيان. فمعنى كده ان انا العيان بتاعي اليونج ايج، العيان اللي لسه نيولي دايجنوزد، اللي لسه اللايف اكسبكتنسي بتاعته لونج، العيان اللي ما عندوش كوموربيد كونديشن، ما عندوش فاسكولار، ما عندوش كارديو فاسكولار ستريس، ده هو العيان اللي انا عايزه اعمل له ستريكت كنترول علشان احميه من الكومبليكيشن. لكن العيان اللي فيه الحاجات دياتي موجوده فيه، لا ده انا ببقى عياني زي ما بقول كده العيان فراجايل، فانا ده خايفه من الهايبوجلايسيميا، لان مش الدواء اللي انا هديه بس يعمل هايبوجلايسيميا، هو عنده بلاوي زرقاء تاني دخل مني العيان في هايبوجلايسيميا، لو دخل في هايبوجلايسيميا ودخل مني في هايبوجلايسيميك كوما وما فاقش منها، دي هتبقى مشكله عليا وبردن عليا في ان انا اتعامل معاه، لو دخل مني في هايبوجلايسيميا وقع اتكسر انا دخلت في مشكله تانيه، فدي اللي هي individualization، مش ان انا كل العيانين كده لا والله ده الاي 1 سي بتاعه 8، لا ده انا لازم اشده واخليه اقل من 7، لا انت عينك على العيان وانت بتظبط ايه التارجت اللي انت عايزه على حسب ايه؟ على حسب العيان. طيب هو انا كده خلصت اللي هو الدايجنوزز والاسسمنت، تمام؟ عندي بقى اللي هو الجزء بقى بتاع المانجمنت، هو اللي ايه اللي احنا كلنا عايزينه. قال لك دايابيتس ده عباره عن لايف ستايل تشينج، انت عشان تمانج عيان دايابيتس عندك، العيان بتاعك تظبط اكله، تظبط الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، تمونيتور البلاد جلوكوز، ياخد العلاج اللي انت بتكتبه، علشان انا ما اكتبش علاج والعيان ما بياخدوش، اكونترول الكوموربيد كونديشن، كده انت بتمانج ايه؟ بتمانج العيان بتاعك. طيب ايه هي النيوتريشنز او اللايف ستايل الموجوده عندي دي؟ عندي حاجتين، نيوتريشن وعندي فيزيكال اكتيفيتي. اول حاجه النيوتريشن، ايه هي الجولز بتاعتي؟ ان انا اظبط اكل العيان، او ان انا اقول له انا عايزه بروموت اند سبورت هيلثفول ايتنج باترن، في ياخد فرايتي من النيوترنت، بس انا هظبط البورشن سايز عشان امبروف الاوفر اول هيلث، وان انا اتشيف اند مينتين الويت جولز، انا عايزه العيان بتاعي يوصل لوزن معين، او عايزه العيان بتاعي هيبدا اخسسه، او هو الوزن بتاعه كده كويس ولا العيان بتاعي محتاج يخس. تاني حاجه مش برضو مش حاجه ثابته، انا هيجي لي في العياده الغلبان اللي ما هي... هقول له كل كذا، يقول انا باكل اللي موجود، وهيجي لي اللي هيبقى اورينتد وهقول له اعمل كذا وكذا وكذا، هيسمع ايه؟ هيسمع كلامي. فانا يهمني ان انا الحاجات دي اوصل بيها للليفل بتاع العيان بتاعي، انا هبسط له الدنيا ايه هي الحاجات اللي هو من اللي موجود عنده يقدر يعمل طبق كويس او ياكل كويس، من غير ما ان انا ابقى حملت عليه ان انت لا لازم تاكل لي حاجه معينه او كده، لا انا مش عايزه اقول انت هتاكل 1 2 3 4، لا انا بقول للعيان انت ايه اللي ينفع تاكله وايه اللي ما ينفعش تاكله، وتاكله ازاي وتعمله ازاي، وهو في حدود اللي موجود عنده واللي متاح عنده بالكلام اللي انا قلته يظبط ايه؟ يظبط الدنيا. طالما عياني بالحاجات دي وصل ان هو يظبط الدنيا معايا، خلاص مش هيجي زي ما بنشوف شركات الادويه كده يبقوا باعتين لك نظام الاكل بتاع عيان السكر، وابص الاقي كاتبين حاجات كده لو العيان شافها يعني ممكن هيرميها في وشنا. يعني الفيزيكال اكتيفيتي، قال لك اهم حاجه في الفيزيكال اكتيفيتي ان انا لو عندي العيان بتاعي محتاج منه ان هو 60 مينت بير داي مودريت تو فيجروس انتنسيتي ايروبيك اكتيفيتي، تمام، علشان اتليست 3 مرات في الاسبوع، تمام، او ان انا هقول 150 دقيقه في الاسبوع، يقسمها هو زي ما هو عايز، 150 دقيقه دي يوم اه ويوم لا، بس ما يقعدش يومين من غير اكسرسايز، يعني هو spread over at least 3 days per week بس with no more than 2 consecutive days without activity، يعني هيخليها يوم ويوم ماشي، لو قدر كل يوم يبقى خير وبركة.
تمام، بيبقى 60 دقيقة في اليوم أو 150 دقيقة في الأسبوع، والعيان يقسمها على حسب اللايف ستايل بتاعته ودنيته وظروفه هتسمح له يقسمها إزاي. ممكن أقلل الفيزيكال أكتيفيتي دي لو إن أنا العيان بتاعي يونج وهيلسي وفيزيكالي فيت. لو العيان قدامي فيت ممكن إن أنا أخلي لهم إيه عدد المينتس بتاعت الفيزيكال أكتيفيتي دي قليل. قاعد بقى الفارماكولوجيكال تريتمنت، فارماكولوجيكال ابروتش عشان اوصل للجلايسيميك تريتمنت. اول حاجه هبدا بيها تايب 1. تايب 1 يا جماعه انا عندي ديستراكشن للبيتا سيل، في عندي انسولين ابسولوت انسولين ديفيشنسي، فكده العيان بتاعي محتاج لايف لونج انسولين ثيرابي فور لايف. فعيان تايب 1 دايابيتس ده علاجه انسولين 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 انسولين، مفيش كلام. طيب الانسولين ده هديهوله ازاي؟ قال لك الايديالي ان انا هعمل an intensive insulin regimen should be prescribed. اللي هو ايه هو الانتنسيف انسولين ريجيمين ده؟ عباره عن مالتيبل ديلي دوزز اوف انسولين. ليه بدي مالتيبل ديلي دوزز اوف انسولين؟ علشان ميميك الفسيولوجيكال اكشن اوف بانكرياس. انا عندي البنكرياس بتاعي بيطلع لي انسولين طول اليوم، في عندي كونتينوس سكريشن للانسولين طول اليوم، وفي عندي لما ابدا اكل بيطلع لي بولسز من الانسولين علشان يكنترول الكالوريز او الجلوكوز اللي هيحصل اللي هيجي في البلد من الاكل اللي انا ايه اللي انا اكلته. فالمالتيبل ديلي دوز دي هي اللي ميميك الفسيولوجي، كاني انا بحاول اوصل لصوره شبه النورمال بانكرياس اللي بيشتغل بيها. طب الريجيمين ده عباره عن ايه؟ عباره عندي عن ثلاث حاجات. اول حاجه بيزل كفرج عشان يمنتين الجلايسيميك كنترول وايل فاستنج وبتوين ميلز. البيزل كفرج ده كانه الكونتينوس انسولين اللي البنكرياس بيعمل له سكريشن، فايدته يظبط لي الفاستنج ويظبط لي بتوين الميلز. وعندي برانديال كفرج ده عشان كنترول البوست برانديال هايبر جلايسيميا، اللي هو اللي انا بديه للعيان قبل ما ياكل علشان انا هديه يتحكم في الهايبر جلايسيميا اللي هتحصل لي من الاكل اللي العيان هياكله. سبلمنتال انسولين فور كوركشن للبري برانديال هايبر جلايسيميا، عايزه انسولين زياده على الريكويرمنت دي علشان يصلح لي الهايبر جلايسيميا اللي موجوده قبل العيان ما ياكل. يعني هو المفروض ان انا جسمي في انسولين طول اليوم مظبط لي البلد جلوكوز على حاجه على نورمال ليفلز، وانا صايمه وبين الوجبات وان انا مفيش اكل السكر بتاعي بيبقى في النورمال ليفلز. طيب عيان الدايابيتيك ما عندوش انسولين، فانا عايزه ادي حاجه تظبط ده. طيب لو جيت قبل الوجبات لقيت سكر العيان عالي، طب انا اللي هديهوله ده هيظبط لي للاكل اللي هياكله. طب والهايبر جلايسيميا اللي موجوده دي محتاجه ان انا ما اسيبهاش، محتاجه ان انا اعمل لها كوركشن، فده بالسبلمنتال ايه انسولين، الانسولين زياده اللي انا هضيفه. طيب المالتيبل ديلي دوزز ده انا بعملها بايه؟ اول حاجه سبكوتينيوس انسولين انجكشن او انهيلد انسولين أو continuous insulin infusion using pump. تمام، دي اللي أنا بعملها. طيب قبل ما أبدأ أقول أحسب الجرعات إزاي، أنا هقول إيه التايبس بتاعت الإنسولين. أنا بقسم الإنسولين عندي يا جماعة على حسب الأونست وعلى حسب البيك وعلى حسب الديوريشن. تمام، عندي rapid acting وشورت acting وانترميديت ولونج acting. الرابد acting الأونست بتاعته 15 مينت، يعني الإنسولين بيبدأ يشتغل بعد 15 دقيقة. البيك بتاعته اللي هو الماكسيمم افكت بتاعه من 60 ل 90 دقيقه. الديوريشن دي المده اللي بيقعد لي فيها في جسم العيان من 3 ل 4 ايه ساعات. الشورت اكتنج لا بتزيد شويه، بياخد من نص الساعه عشان يبدا يشتغل. البيك بتاعته ممكن تاخد بعد ساعتين او 3 ساعات. الديوريشن بتاعته بتبقى ايه فتره اطول من 3 ل 6 ايه ل 6 ساعات. الانترميديت الأنس بتاعته من 2 ل 4 ساعات، البيك بتاعته بتاخد من 4 ل 10 ساعات فيها individual variation، الديوريشن بتاعته من 10 ل 16 ساعة، بيقعد في الجسم بتاعي 10 ل 16 ساعة، عشان كده هو مش بيكفر اليوم كله، فعشان كده لازم يتاخد توايس. الانترميديت اكتنج ده لازم يتاخد توايس لأن هو ما بيقعدش في الجسم مش بيكفر 24 ساعة. اللونج اكتنج اللي هو الانست بتاعته بتبقى من ساعه لساعتين، البيك بتاعته ما بيبقاش بيبقى بيكلس عشان كده بيبقى الريسك الهايبوجلايسيميا فيه قليل. الديوريشن بتاعته 24 ساعه او اكتر، فده اللي هو عشان كده بيتاخد ايه بيتاخد وانس. طيب انا عندي هنا جايبه لكم بس اسماء للتريد نيمز برضو. الرابيد اكتنج في عندي الكيميكال نيم عندي الليستر والاسبارت والجلوريزين،
زي الموجودين عندي في السوق اللي هما النوفو رابيد والابيدرا. الشورت اكتنج ده اللي هو موجود عندي في المستشفى اللي هو الانسولين المائي اللي انا بكتبه لكل العيانين، ده شورت اكتنج اللي هو الاكت رابيد او الهيمولين ار او الانسيومان رابيد او اللي هو الانسولين اللي موجود عندي ايه في المستشفى. بالمناسبه دول بيبقوا كلير، يعني عشان حتى بس انت وانت بتسال العيان بتاعك ايه الانسولين اللي انت بتاخده، دول بيبقوا كلير. الانترميديت اكتنج اللي هو الان بي اتش اللي هو الانسولاتارت او اي حاجه جنبها ان، هيمولين ان، انسولين جبت ان، فاي حاجه جنبها ان ده هو الانترميديت اكتنج، وزي ما اتفقنا ده بيتاخد مرتين. اللونج اكتنج في عندي الجلارجين، في عندي الديتيمير، وفي عندي الديجلوديك. الجلارجين ده زي اللانتوس والتوجيو، الديتيمير التريد نيم بتاعته الليفيمير، الديجلوديك اللي هو ايه الترسيبة. تمام، دي انواع الانسولين. طيب من انواع الانسولين دي كده مين اللي ينفع اخده بيزل ومين اللي ينفع يديني اعمل بيه برانديال كفرج؟ اللي باخده بيزل اللي هما الانترميديت اكتنج واللونج اكتنج. حاجة هتغطي معايا فترة طويلة، تبقى موجودة في الجسم بتاعي فترة طويلة زيها زي اللي كان بيعمله البنكرياس في النورمال فيسيولوجي. اللي مدتهم قصيرة هما دولت اللي يكونترول البوست برانديال هايبرجلايسيميا، هما دولت اللي انا بديهم عشان اللي هما بديهم بري برانديال. ليه؟ لان هما مدتهم صغيرة في كنترول الفترة اللي الاكل موجود فيها او الهايبرجلايسيميا بتاعت الاكل البيشنت بتاعي ايه بتاعي كلب. في عندي بري ميكسد انسولين. البري ميكسد انسولين ده بيبقى في عندي حاجتين، يعني هو بدل ما انت بتدي العيان انسولين حاجه لونج اكتنج او انترميديت اكتنج لوحدها وادي شورت اكتنج لوحده، هما لا حطوا لك الاثنين مع بعض في فايل واحد، بيبقى عباره عن نوعين موجودين ان بي اتش و حاجه تاني شورت اكتنج او رابيد اكتنج. تمام، اللي هو اللي بيجي عندنا اللي كل الناس بتاخده اللي هو المكستارد. تمام، العيان بياخد مكستارد او اي حاجه مكتوب عليها 70 30 50 50، اي حاجه فيها تو كومباينيشن او تو تركيزين كده مختلفين، ده اللي هو بري ميكسد انسولين، عباره عن ان بي اتش انترميديت اكتنج وحاجه يا اما شورت اكتنج او رابيد اكتنج انسولين. ودايما ده احنا قلنا الانترميديت اكتنج بيكفر 16 ساعه ماكسيمم، عشان كده لازم يتاخدوا توايس لان هو بيكفر 16 ساعه. في ناس ممكن يكفر معاها 24 ساعه وتبقى كنترول، بس ده مش الرول، يعني دي فاريشن ودي بتبقى حاجات انديفيديوال، يعني ممكن في عيان يبقى ماشي على مره واحده ويبقى متظبط عليه وكنترول، ده بيبقى انديفيديوال فاريشن، لكن هو الرول ان هو يتاخد ايه يتاخد توايس او ايفن ان هو يتاخد ثلاث مرات زي ما هنقول ايه بعد شويه. طيب انا عرفت انواع الانسولين وعرفت مين اللي اقدر استخدمه كبيزل انسولين ومين اللي اقدر استخدمه كبري برانديال انسولين عشان يكوركت البوست برانديال هايبرجلايسيميا. اقول احسب الجرعه ازاي؟ اول حاجه لازم احسبها التوتال ديلي انسولين دوزنج. اول حاجه بحسب العيان بتاعي محتاج كام وحده انسولين في اليوم، زي ما ان انا طبيعي ان البنكرياس بتاعي هو اللي شغال فشغال عندي اليوم كله، لكن انا عشان اميمك الفسيولوجي ده لازم احسب الريكويرمنت اللي العيان بتاعي عايزها. الريكويرمنت دي بتتراوح ان انا 4/10 ل1/10 يونت بير كي جي بير داي. تمام، يعني يا اما ببدا من 4/10 او 1 لغايه 1 انترناشونال يونت بير كي جي بير داي. طيب ابدا بانهي جرعه؟ البيست انيشيال دوز اللي هي نص انترناشونال يونت بير كي جي بير داي، اللي هي نص الوزن اللي احنا بنبدا بيها، دي الانيشيال اللي انا ببدا بيها وبعدين هفولو اب. طيب حسبت التوتال ديلي ريكويرمنت بتاع العيان بتاعي، بعملها ازاي؟ بوزعها ازاي؟ بيزل انسولين كفر 50% من التوتال ديلي دوز، والبرانديال كفر الريميننج 50%، يعني بعد ما حسبت الجرعه دي بقسمها نصين، نص بيزل ونص البرانديال انسولين. ادي البرانديال انسولين امتى؟ ادي البرانديال انسولين ادي ساعه كام؟ دي على حسب العيان بتاعي اللايف ستايل بتاعته اخبارها ايه، عياني مواعيد اكله اخبارها ايه، دي اللي بيبقى ايه بيبقى فيها فاريشن
لحسب العيان. عشان كده قلنا ان الريجيم ده بيبقى ميميك الفسيولوجي، لان انت كل دلوقتي هياخد، ما كلش دلوقتي مش هياخد، فمش هيدخل مني في ايه، في هايبوجلايسيميا. طيب انا حسبت التوتال ديلي ريكويرمنت، وحسبت العيان بتاعي هقسمها 50% بيزل و50% عندي برانديال. انا ممكن بقسمها البرانديال انسولين، بعمله ازاي؟ يا اما فيكس الدوزز او على حسب الكربوهيدرات كاونت. يعني ان انا العيان بتاعي ده 50% من الجرعه خليتها بيزل، وال50% تاني اللي انا هديها له قبل الوجبات. ال50% اللي قبل الوجبات دي انا ممكن اثبتها، يعني اللي هو ايه اثبتها، ابدا بجرعات وانا بالفولو اب اشوف هعمل لها تايتريشن ازاي. او الاحسن ان انا بعمل حاجه اسمها كربوهيدرات كاونتنج. الكربوهيدرات كاونتنج ده عايز حد يبقى هايلي ايديوكيتد، حد هيبقى عارف هو هياكل ايه، وحد هيبقى عارف كل حاجه هو هياكلها هتديله كام جرام كربوهيدرات يعني بالمناسبه انا كل حاجه اللي باكلها بتتحول لكربوهيدرات، وبنقسمها عشان نسهل على العيان بحاجه اسمها الحصص. يعني انا العيان ده ممكن احسب له التوتال كالوريك انتيك في اليوم، العيان محتاج كام كالوري في اليوم، بعدين الكام كالوري ده منهم كام كربوهيدرات، تمام، الكام كالوري كربوهيدرات دولت يعني علشان اوصل لهم عايزه كام جرام كربوهيدرات، وبعدين بحسبها بنظام حصص. يعني مثلا اللي هو ايه، رغيف العيش ده مثلا ب 15 جرام، مثلا مش عارفه كوبايه اللبن بتساوي 12 جرام، مش عارفه لو الفاكهه الواحده منها او الكام واحده من فاكهه معينه يعني ب 15 جرام، او اللي هي بسميها حصه. لا الخضار لا، دي مثلا الجزء، او مثلا اللي هو بيحسبها بكوبايه او بعدد معين من الخضار، ده يساوي ايه، يساوي كام جرام كربوهيدرات وكام حصه. دي صعبة علينا، مش بتبقى افيلابل عندي، فانا بخلينا ماشيين في الفيكس دوزز، ان انا بقسم الجرعات وبشوف العيان بتاعي ايه، بعمل له فولو اب واشوف هيظبط معايا ولا لا. طيب لو ان انا العيان بتاعي كان ربنا كرمني وهيعمل كربوهيدرات كاوندينج، كل وحدة انسولين بتكفر من 10 ل 20 جرام كربوهيدرات. فانا بحسب العيان واخد كام جرام، وبناء عليه في الوجبة، وبناء عليه كل 20 او كل 20 جرام كربوهيدرات ليهم وحده انسولين. فكده ممكن احسب العيان بتاعي هديله كام قبل ما ياكل، او ممكن العيان بتاعي يحسبها ايه، يحسبها مع نفسه. طيب انا قلت خلاص دي صعبه معايا، عياننا مش كلهم يقدروا يعملوا الحركه دي، فاحنا بنبدا فيكس الدوزز. فيكس الدوزز دي اللي انا اللي هو بقسم ال 50% اللي قبل الوجبات دي، بقسمها ملي المين بالك هيبقى قبل المين ميل. يعني العيان بتاعي الوجبه الرئيسيه بتاعته فين؟ الوجبه الرئيسيه بتاعته في الغداء، يبقى طبيعي ان انا هحط اكبر، يعني اكبر بورشه من البرانديال دي هحطها قبل الغداء. العيان بتاعي لا، ده انا بشتغل اليوم كله وبروح بتعشى، يبقى هو قبل العشاء هو اللي هياخد اكبر جرعه من الانسولين، من الانسولين اللي انا حسبته، او من البراندي الانسولين اللي انا حسبته. ودايما جرعه الفطار بتبقى اكتر من العشاء، رغم ان الاكل بتاعهم بيبقى واحد، بس انا دايما يعني لو ان انا هحسب يبقى جرعه الفطار هتبقى يعني الغداء هتبقى هي المين بالك، بعدين عندي فطار وعشاء الاثنين بيبقوا وجبات خفيفه، بس جرعه الفطار بتبقى اكتر من جرعه ايه، اكتر من جرعه العشاء. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه انا في الفطار ببقى عايزه سكر، يعني ببقى عايزه جرعه اكتر؟ ممكن عشان الاكتيفيتي، هو يعني هو يتحرك لكن هيتعشى وينام. هي مش عشان الاكتيفيتي، هي اول حاجه علشان الـ في بدايه اليوم يعني بيبقى الكورتيزول ليفل والكاتيكولامين بتبقى هاي ليفل، تمام، فدي معايا بتزود معايا البلد جلوكوز، فعشان كده ببقى محتاجه دوزز عاليه. بالليل الحاجات دي بتقل، عشان كده ببقى ايه، بقلل الدوزز، ايه، بقلل الدوزز بتاعتي بالليل، تمام. يبقى انا كده قسمت الجرعه بتاعتي، اللي هو خلاص حسبت العيان بتاعي عايز كام وحده انسولين في اليوم، وقسمتها نصين 50% بيزل و50% ايه، و50% بولس. ال 50% البولس دي اللي قلت هقسمها على حسب ايه، الوجبات بتاعتي. طيب السبلمنتال انسولين اللي انا كنت بقول عليه،
يعني دلوقتي انت قاعد في النبطشية وجي انت بتكتب العيان بتاع 15 وحدة انسولين قبل ما يتغدى، وجي هما بيقصوا لك السكر قبل الغدا لقيوا سكر العيان 300. احنا اتفقنا ان انا الانسولين اللي انا هديه قبل الغدا عشان يكونترول بوست برانديال هايبر جلايسيميا. طب الهايبر جلايسيميا اللي اوريدي موجوده دي اصلحها بايه؟ ان انا محتاجه ادي سبلمنتال انسولين. بدي سبلمنتال انسولين ازاي؟ بدي اديشنال يونت من الانسولين لكل 50 مللي جرام اباف التارجت اوف بلاد جلوكوز. احنا قلنا التارجت بتاعنا قد ايه بري برانديال؟ تمانين مية وتلاتين تمام، من 80 ل 130. فانا لو ان انا العيان بتاعي في التارجت خلاص يبقى انا هديله الجرعه اللي بتاعته علشان الهايبر كنترول بوست برانديال هايبر جلايسيميا. لقيتها اكتر من كده، اكتر من التارجت بتاعي، يبقى كل 50 جرام، كل 50 مللي جرام جلوكوز زياده ليهم وحده انسولين زياده. تمام، دولت في الانسولين سنسيتيف بيشنت، او كل 25 ليها وحده في العيانين الانسولين ريزيستنس. يعني انت لو جالك عيانك انسولين سنسيتيف بيشنت تايب 1 هتدي له كل 50 زياده هدي له وحده انسولين زياده عن الجرعه اللي انا حاسبها له. لا عيان تايب 2 عيان اوبيزيتي وفي انسولين ريزيستنس، لا هدي له كل 25 هدي لهم وحده انسولين ايه؟ وحده انسولين زياده. طيب انا بعمل فولو اب ازاي للعيان بتاعي؟ ان انا بعمل تايتريشن للدوز. تمام دكتور الامير، معلش أيه. هو الوحدة الزيادة دي مثلا لو العين ده البري براند بتاعه عادي هديها له امتى؟ هديها له مع الوجبة بتاع يعني مع الجرعة، مع الجرعة اللي انت هتديها له. تمام تمام، يعني انا مدي كاتبه له 15، يبقى انا هشوف هدي له كام زيادة عن ال 15 ودي هزودها يعني. تمام طيب، بعمل تايتريشن ازاي يا جماعة؟ انا بعمل تايتريشن بزود او اقلل الجرعات. تمام، على حسب ما ان انا وصلت للتارجت ولا ما وصلتش للتارجت. يعني دلوقتي انا مدي للعيان بتاعي جرعه معينه وصلت للتارجت خلاص يبقى انا هكمل على الجرعه دي. لا والله لسه ما وصلتش للتارجت، سكر العيان عالي، يبقى هزود لغايه ما اوصل للتارجت. بزود 4 وحدات مرتين في الاسبوع او بقول كل 3 ايام، مش ابص الاقي ان انا كل يوم انا بزود كل يوم بزود. هتيجي ان انت زودت النهارده زودت بكره، تاني يوم هتلاقي العيان بتاعك منك دخل في هايبوجلايسيميا او دخل في سايد افكت. انا بزود يعني بحكم الجرعه بتاعتي جابت افكت ولا لا كل 3 ايام. واول حاجه بحب اظبطها في العيان بتاعي انا بحب اظبط الفاستنج، بحب اظبط جرعه البيزل اللي هي هتظبط لي الفاستنج وبتوين مينز. فانا بيهمني ان انا اظبط الفاستنج الاول وبظبط الجرعه بتاعه البيزل، وبعدين البوست برانديال دي احنا ايه دينا رايحين جايين فيها. فانا بظبط الفاستنج الاول وبعدين ايه بظبط البوست ايه البوست برانديال. طيب ده لو ان انا هشتغل العيان بتاعي بيزل بولس وان انا المالتيبل ديلي انسولين دوز. طب لو العيان بتاعي مش هيقدر ياخد الحاجات دي لان دواتي هيبقى غالي، وعيان ممكن يقول لك لا انا ما اتشكش 4 مرات ولا 5 مرات، ممكن استخدم البريميكسد. احنا قلنا البريميكسد ده بيبقى عباره عن 2 انسولين في فايل واحد، ودايما بيبقى على فكره بيبقى يعني بيبقى معكر. عشان كده لو انت العيان بتاعك مش عارف نوع الانسولين، طب يا جماعه انت بتاخد انسولين معكر شبه اللبن او ان هو بيبقى عليه 70-30، لانه بيبقى فيه 2 كومبوننت. عندي حاجه انترميديت اللي هو الان بي اتش بتبقى 70%، وعندي الريجولر اللي هو شورت اكتنج بتبقى 30%. وقلنا ده ال بي اتش انترميديت اكتنج ما بيكفرش 24 ساعه، فعشان كده لازم يتاخد ايه يتاخد توايس. طب خلاص عياني ما وافقش على البيزل بولس رغم ان هو المور بريفيربل وهو اللي لازم ابدا بيه خصوصا في العيانين اليونج، لازم 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 انا ابدا بالبيزل بولس. لا عياني خلاص مش هيقدر يجيب الانسولين البيزل والريجولار الانسولين وما معهوش فلوس، خلاص لا مش هكتب له واقول له لا ده هو ده علاجك واسيبه وامشي. لا ما انا هكتب له حاجه على الاقل تأدي لي الغرض، ماشي هي ليها سايد افكت كتيره بس على الاقل ايه احسن من ان انا ابقى سايب العيان بتاعي مش كنترول. طيب لو هستخدم البري ميكسد انسولين نفس الفكره، انا حسبت التوتال ديلي ريكويرمنت. تمام، بس المره دي بقى اقسمها تلتين وتلت، تلتين بديها للعيان الصبح وتلت بديها للعيان بالليل. تمام، ده لو هستخدم البري ميكسد انسولين.
نقطة هنا قبل ما اديكم سؤال، انا قلت اول حاجة انا بحسبها التوتال ديلي ريكويرمنت بتاع العيان بتاعي، يعني العيان بتاعي ده تكفيه كام وحدة انسولين في اليوم، تمام؟ فعشان كده ما يجيليش العيان وانا بعمل له وانا بدخله في القسم العيان ماشي على 60 ولا 70 وحدة انسولين ومش كنترولد عليها، وانا اجي مثلا اكتب له 20 وحدة انسولين لما هو بياخد 70 وحدة في اليوم ومش كنترولد، انت تيجي تروح تدي له اقل وتبقى عايزه يبقى كنترولد معاك. فانا يهمني التوتال ديلي الريكويرمنت بتاعت العيان، عيانك جاي لك ماشي على دوزز معينة، يبقى هي دي الريكويرمنت بتاعته بتشوفه كنترولد عليها بتكمل له عليها، مش كنترولد عليها انت بتشوف انت هتحتاج تزود ايه، تزود بينها بس مش تقلل من الجرعة اللي هو العيان بتاعي ايه يعني بتاعي ماشي عليها. الحاجة التانية، مفيش حاجة اسمها ان انا ادي للعيان بتاعي انسولين مائي حسب القياس. احنا قلنا الانسولين المائي او اللي موجود عندي في المستشفى ده شورت اكتنج اخره 6 ساعات وبيكونترول البوست برانديال هايبر جلايسيميا، مش بيكونترول مش موجود حاجة يعني كونتينيوس في البلد يعمل لي كنترول البلد جلوكوز على مدار اليوم، ده بيقعد فترة معينة وبعدين خلاص خلص، جسمك ما فيهوش، جسم العيان ما فيهوش انسولين، هايبر جلايسيميا الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس. عشان كده مفيش حاجة اسمها انسولين مائي حسب القياس، اي عيان لازم على الاقل يبقى فيه حاجه بيزل انسولين، سواء بقى هتدي لونج اكتنج الجلارجين اللي موجود عندنا بدي بيزل بولس، او على أسوأ الاحتمالات ان انا هدي البريميكسد، البريميكسد فيه ان بي اتش، والان بي اتش دوت الايه الديوريشن بتاعته 16 ساعه بيبقى موجود عندي ايه في الجسم اكت كبيزل برضو، يعني مش حاجه لان هو في حاجه ايه انترميديت اكتنج. فانا عياني واتيفر هو هكتب له ايه، فيش حاجه اسمها انسولين مائي حسب القياس دي خالص. انسولين مائي حسب القياس دي بقى لو عيانك فيه فريكوانت هايبوجلايسيميا وانت مش عارف العيان بيدخل في هايبوجلايسيميا، فانا مش هديله، فانا بعمل له فولو اب، هو ده اللي انا هبقى بكتب لهم بس كده انسولين مائي حسب القياس عشان يقيسوا لي السكر واشوف دنيته اخبارها ايه. لكن اذر وايز عيانك دايابيتك وداخل هتديله انسولين، يبقى تديله الاثنين البيزل انسولين وتديله البولس ايه البولس انسولين، قلنا البيزل عشان يكونترول الفاستنج وبتوين مينز، والبولس او البرانديال عشان يكونترول البوست برانديال ايه هايبر جلايسيم. تمام، حد عايز حاجه في الـ في الـ في الانسولين او في الدوزنج بتاعه؟ معلش يا اميره انا بس كان عندي سؤال، انت كنتي بتتكلمي على السبلمنتال انسولين، ان لو العيان بتاعي مثلا جه يقيسوا السكر بتاعه قبل الغداء وكان عالي، قلت انك هتدي السبلمنتال انسولين مع الدوز بتاعه الغداء، وهدنه سالت نفس السؤال. طيب انا لو لقيتها في اكتر من يوم، الكلام ده علشان العيانين الموجودين في العنايه، لقيت العيان لنا يومين تمام سكره قبل الغداء او قبل العشاء واتيفر في حته معينه كده فيها عالي، مش محتاج ان انا ممكن برضو ارفع الدوز بتاعه الوجبه اللي قبلها؟ يعني هو كده بيعلى، يعني هو مثلا سي بياخد مثلا 15 قبل الفطار وبيجي قبل الغداء تمام بيبقى 300 او بيبقى 400، فانا زودت على بتاعه الغداء، جيت تاني يوم برضو بقيس لقيت برضو هي ال 400 دي، مش محتاجه اني ارفع الدوز اخليها 14 مثلا بتاعه الفطار؟ تمام، ده كلامك صح دكتوره امنيه. هو انا الفكره ان انا دلوقتي انا بدي السبلمنتال عشان اكوركت الهايبر جلايسيميا اللي موجوده عندي، بس انا المفروض ان انا دلوقتي عياني انا ظبطت له الجرعات بتاعته وظبطت له البيزل مثلا اللي هيكونترول الفاستنج وبتوين ميلز، جيت لقيت بتوين ميلز دنيته عاليه، اول حاجه اسالها العيان بتاعي هو اخباره ايه في الاكل. طب انت الرقم الشنيع ده اللي انا لقيته الهايبر جلايسيميا دي، انت لخبطت الدنيا في الاكل، خدت الجرعه بتاعتك اللي انا مدياها قبل كده ولا انت اوريدي ما خدتش؟ فانا اسال لو العيان بتاعي كان مثلا لخبط في الاكل بتاعه اكل حاجه زياده، او لو ان العيان بتاعي ما خدش الجرعه اللي انا مديها له الصبح ودي الهايبر جلايسيميا دي مكمله لان هو فطر وما كانش واخد جرعه قبلها، يبقى انا اصلح الجزء الغلط اللي حصل عندي. لو العيان اكل حاجه لا انا اظبط انبه على العيان بتاعي ان هو تظبيط الاكل اهم من العلاج، لو العيان ما خدش الجرعه بتاعتي لا الجرعه بتاعتي الجرعات لازم تتاخد في مواعيد ثابته. ودي المشكلة اللي بتحصل في المستشفى ليه؟ لأن احنا مثلا ببقى كاتبين للعيان ياخد 10 وحدات قبل الفطار،
يجي التمريض يقيس سكر العيان قبل بالظبط. يلاقي سكر العيان 80، لا ده سكره واطي، كل وما يدلوش الجرعه. طب هو كده انا ما ينفعش، انا جرعتي طالما ان انا ظبطت العيان بتاعي من الاول، لو انا ظبطته هتبقى الدنيا كنترول. لو ان انا العيان بتاعي لقيت فيه هايبر جلايسيميا، انا هعمل كوركشن للهايبر جلايسيميا دي اول حاجه. تاني حاجه ادور على الايتيولوجي، لقيت ايتيولوجي، لقيت حاجه واضحه ان العيان مثلا فطر وما خدش الجرعه، او ان العيان كل حاجه تاني زياده، يبقى انا عرفت السبب. لا لقيت ان العيان بتاعي ما ماشي على زي الكتاب ما بيقول وزي ما انا وصفاله، يبقى انت محتاج ان انت ايه تراجع الجرعه بتاعتك، سواء ان انت البيزل او ان انت تراجع الجرعه. لو العيان بياخد بري ميكس مثلا، اللي هي الجرعه اللي قبل ايه، الجرعه اللي قبل القرايه العاليه يعني. تمام، عشان بس احنا بنقول الكلام ده عشان احنا عندنا النواب في الكلى، علشان احنا العيانين بتوعنا بيدخلوا في فريكوينت هايبوجلايسيميا، والتمريض زي ما الدكتوره اميره بتقول الكلام للجينيورز. تمام، بيقيسوا هم حافظين مش فاهمين، هم عندهم الساعه 9 بيقيسوا العيان فطر، العيان مات، العيان الكحول، العيان طلع من جلسه غسيل، هو دي مش مشكلتهم. فهو بيبلغ حضرتك ان سكره 80، فانت بتقول له ما تديش. هي الفكره ان انت تشوف ده هو 80 ده، تمام، لا هتاخد جرعتك وهتاكل ونقيس تاني بعد ما ياكل. صح كده يا دكتوره اميره ولا انا غلطانه؟ يا جماعه انا الانسولين الجرعه اللي انا كاتباها للعيان اللي انا حسبتها له هياخدها. الوقت الوحيد اللي انا مش هدي فيه الجرعه بتاعه الانسولين لو العيان بتاعي في هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا سكر العيان اقل من 70، غير كده عياني هياخد الجرعه بتاعته وهياكل. ما انا هو هايبوجلايسيميا دلوقتي، او انت شايف ان سكره مظبوط دلوقتي، طب والاكل اللي هو هياكله دلوقتي مين هيظبطه لي؟ فلازم العيان بتاعي ايه ساعتها اديله ايه، اضيف له انسولين. لازم العيان بتاعي ياخد الجرعه بتاعته زي ما انا كاتباها، هقومت الدوس بس لو العيان بتاعي فيه هايبوجلايسيميا بلاد جلوكوز اقل من 70، غير كده عياني ياخد الجرعه بتاعته. ان شاء الله الاقي السكر عفريت انا كاتبه له، العيان بتاعي هياكل، طالما العيان بتاعي هيفطر يبقى ياخد الجرعه اللي انا كاتباها قبل ايه، قبل الفطار. الحاجه التانيه اخر حاجه بس قبل ما تنقلي، هو انتوا السلايدنج سكيل بطلتوه؟ لا مفيش بطلتوه. طيب كويس، عشان بس ايه، علشان انا مش بتاعه اندوكراين، تمام، بس لما بمر في العنايه بلاقي ستيل المانجمنت بنفس السلايدنج سكيل، فانا ما اعرفش انتوا بطلتوه ولا لا. فانا بس لا يا جماعه، انا مفيش حاجه اسمها بدي انسولين على حسب الجدول ولا مش حسب الجدول. انا حسبت العيان محتاج كام وحده انسولين في اليوم، الكام وحده انسولين دول هل العيان بتاعي هياخد بيزل بولس 50% منهم بيزل و50% منهم بولس قبل الوجبات. قلت البيزل بيكنترول الفاستنج وبيكنترول بتوين ميلز، عشان كده انا يهمني ان انا بظبط البيزل الاول. يعني انا العيان بتاعي يهمني ان انا بدات له الانسولين البيزل خدت جرعه معينه، عيني على الفاستنج الصبح، لقيت الفاستنج في التارجت بتاعي من 80 ل 130، يبقى دي الجرعه بتاعتي مكفيه العيان، هتظبط لي الاثنين، ظبطت لي الفاستنج وهتظبط لي بتوين ميلز. لقيتها عاليه بزود البيزل لغايه ما ان انا اوصل للفاستنج للتارجت بتاعي في العيان بتاعي فاستنج. البري برانديال بقى على حسب ان انا العيان بتاعي بدي فكست له الجرعه، مثلا قلت هياخد 15 وحده قبل الغداء، تمام، بقول له قيس بعد الغدا بساعتين سكره بعد الغدا بساعتين اقل من 180، يبقى ال 15 اللي قبل الغدا دي كويسه عليه وحلوه. لا سكره بعد الغدا بساعتين لقيته اكتر من 180، يبقى اللي قبل الغدا دي محتاجه ان هي ايه، محتاجه ان هي تزيد. تمام، لقيت ان انا العيان بتاعي ده ما وصلتش للتارجت اللي انا عايزاه، قلت انا بزود من اربع يعني وحدتين لاربع وحدات كل 3 ايام لغايه ما اوصل للتارجت. تمام، عشان اكنترول الهايبر جلايسيميا اللي انا لقيتها قبل ما ادي الاكل بدي السبلمنتال انسولين. يعني انا دلوقتي لقيت العيان بتاعي قبل ما ياكل انا كاتبه له 15 وحده، لقيت سكره 300، فانا كده عندي فيها بري براندي هايبر جلايسيميا، فبدي سبلمنتال، مش برضو مش بالويم اللي هو لا والله اميره قالت ادي بدل ال 15 خليها 20، واحد قال ادي 25، ولا ادي 5 وريد و5 تحت الجلد. لا انا كل 50 ملي جرام جلوكوز زياده ليهم وحده انسولين زياده. يعني دلوقتي طيب انا هدي دلوقتي اكزامبل اهو، انا عندي عيان 26 سنه 60 كيلو نيولي دايجنوزد تايب 1، تمام، ايه هي التوتال ديلي ريكويرمنت اللي العيان بتاعي ده محتاجها؟ العيان ده البيزل بورشن هيبقى قد ايه، البرانديال بورشن هيبقى قد ايه، وايه الكوركشن دوز لو لقيت ان انا العيان بتاعي قبل ما اديله الجرعه قبل الغداء مثلا لقيت سكر العيان بتاعي 270، هديله كام وحده انسولين زياده
على الجرعة اللي أنا محددها له. اختاري انت براحتك بقى من الموجودين، اختاري حد، كل واحد يجاوب سؤال. مين يا شباب؟ هيا يا جماعة، حد يتفاعل مع الدكتورة أميرة، مع الدكتورة أميرة كده عشان تكمل المحاضرة. يا مش هنكمل المحاضرة. مش هكمل المحاضرة. لا ما تزهقيش يا أميرة، طويلي بالك، ده أنا لسه هسألك كتير، أنا مش فاهمة. لا لا. هيا يا شباب. مين يا جماعة؟ أختار كده يعني، خلاص أختار أنا كده بالاسم زي ما قدامي يعني. طيب الدكتورة عاطف. أيوة دكتورة أمنية. ماشي دكتورة ولاء معاك. مع مع الدكتورة، خليك مع الدكتورة أميرة كده وقول لنا رأيك إيه. طيب احنا هندي الدوز بتاعتنا، هندي على الوزن 60 كيلو جرام، هندي 60 في مصر 30 انترناشونال يونت، هنقسمهم 50 و50، 50 بتاعتنا هتبقى البيزل و50 برانديال. ال50 برانديال دي هنقسمها على حسب الجرعات، المين بالك هيبقى هنشوف العيان الوجبه الاساسيه بتاعته ايه، الوجبه الاساسيه بتاعته في الغداء هندي المين بالك بتاعنا في الغداء، بعد كده الفطار والعشاء. الكوركشن دوز بتاعنا ان احنا المفروض البريميل هتبقى من 80 ل 130، خلينا على 100، هنزود هو 270 يبقى فيه 170 فارق. احنا بندي 50 لكل 50 ملي جرام زياده في السكر بندي 1 انترناشونال يونت، فهندي 3 انترناشونال يونت على الدوز اللي احنا اديناها بريميل. تمام، الدوز اللي احنا ثبتها. تمام كده كويس خالص، مظبوط، برافو عليك. تمام يا دكتور عاطف، بارك الله فيك. تمام. أنا أحمد عاطف. أحمد. ماشي يا أحمد. تمام خلاص يا جماعة، وصلت. أنا مكتوب قدامي عاطف على فكرة، فأنا معرفش يا جماعة، معرفش مين اللي حاضر معانا. لا يا باشا منورنا يا دكتور أحمد. بص خلاص يا جماعة وصلت. حد يا جماعة عنده سؤال؟ حد النواب عنده سؤال؟ فهمتوا السؤال المثال اللي اديته لكم الدكتوره اميره؟ تمام، اقلب على طيبته، ده لسه في كلام تاني. ايوه انا دلوقتي قلت خلاص ان انا برفع البري برانديال. تمام، الدوز بتاعتي اربع، لو كل 50 مثلا بدي واحده زياده. دلوقتي لو البيزل نفسه مش متظبط، يعني انا انا قسمتها 50% و50%، هو يعني نص الدوز يعني مثلا. يا هنا برضه بنفس الفكره. تمام، انا قلت هنا دلوقتي انا العيان بتاعي ده هياخد 30 وحده. تمام، ال 30 وحده دولت هدي منهم 15 بيزل. تمام، قلت اللي ينفع اديه بيزل عايزه حاجه يا اما انترميديت اكتنج يا اما لونج اكتنج. تمام، خلينا نقول الانترميديت اكتنج علشان بس بيغطي 16 ساعة، فانا العيان هيتشك مرتين، فبلاش بدل ما هو، خلينا في اللونج اكتنج اللي موجود عندي دلوقتي في كل حاجة، اللي هو يا اما عندي المنتوس او التوجين. يبقى العيان بتاعي هياخد ال 15 وحدة. تمام، الساعة 9 بالليل دي بتاعت دي البيزل مثلا، 15 وحدة لانتوس او توجين. تمام، احنا قلنا البيزل بيكونترول الفاستنج وبتوين ميل، يبقى انا عيني الاسهل بالنسبه لي ان انا مش هقيس العيان بين الوجبات، الاسهل بالنسبه لي ان انا هقيس العيان بتاعي فاستنج. فانت اديتي العيان بتاعك 15 وحده، تمام، تقيسي الفاستنج قبل العيان ما ياكل، علشان كده انا العيان بتاعي في وهو موجود عندي في المستشفى ماليش دعوه التمريض بيقيس الساعه 8 الساعه 9، لا دي انا مش عايزاها، انا عايزه القياسه قياس الساعه 6 قبل العيان بتاعي ما ياكل، وانبه على عياني كده ما انت ما تفطرش غير لما تقيس الانسولين وتاخد الجرعه بتاعتك علشان اعرف اظبط العيان. هم احنا ليه عياننا بيدخلوا ان كنترولد وبيطلعوا ان كنترولد؟ علشان احنا ما بنظبطش الدنيا معانا كويس. انا لا، انا انبه على عياني انت مش هتاخد الانسولين غير لما 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 تفطر، فالعيان بتاعي هيقيس قبل الفطار. قاس قبل الفطار يا هدنا، لقيته 80 لقيته 100، خلاص ده وزن تارجت. يبقى كده العيان بتاعي ال 15 اللي اديتها له بالليل دي زي الفل مكفياه ومظبطه الدنيا معاه. لا، جيت بقيس الصبح لقيت سكر العيان 200. تمام، يبقى معنى كده ان الجرعه اللي بياخدها بيزل دي قليله على العيان، محتاج ان انا اعمل اب تايتريشن. هعمل اب تايتريشن ازاي؟ هعمل اب تايتريشن، هعمل حاجتين. انا دلوقتي هزود جرعه البيزل، تمام، اللي هياخدها لتاني يوم،
تمام، يعني هو البيزل اوريدي خدها بالليل، هياخد المره الثانيه هياخدها الساعه 9 بالليل برضو، فكده لقيتها 200، فخلاص يبقى ال 15 دي مش مكفيه العيان، محتاج ان انا ازود الجرعه بتاعه البيزل. قلت بزود بين وحدتين لاربع وحدات، يعني مثلا بدل العيان بياخد 15 هخليها له 17، تمام. 17 دي واستنى عليها 3 ايام واشوف است فاستنج لقيته وصل في الرينج من 80 ل 130 يبقى زي الفل، لا لسه عالي بعد 3 ايام يبقى ازود تاني، يعني عندك من وحدتين لاربع وحدات على حسب انت عيانك، لا في عيان هزود له اربعه، في عيان هزود له وحدتين، فعلى حسب العيان بتاعي، تمام. يبقى انا كده زودت الجرعه علشان اعمل فيرزر كنترول بعدين لما اقيس الفاستنج. طيب قبل الفطار العيان بتاعي المفروض هياخد 10 وحدات مثلا، سي ان هو 10 وحدات، طب انا لقيت السكر بتاع العيان بتاعي 200، يبقى انا عايزه ادي سبلمنتال انسولين عشان اكوركت الهايبر جلايسيميا دي، فكده انا عندي 100 زياده، تمام. يبقى هدي 52، يبقى هدي 2 يونتس، يعني بدل ال 10 هياخد 12 عشان بس انا عملت كوركشن للهايبر جلايسيميا اللي انا لقيتها، تمام. وبعدين ابقى ازود الجرعه بتاعه البيزل زي انا ما قلت. وصلت؟ تمام دكتور امين. تمام، بس هو انا قصدي بعد ما كنت وصلت للماكسيمم مع العيان ده هرفع برضو، يعني العيان ده خلاص انا خليته 1 يونت بير كي جي، يعني اديته مثلا ال 60 بتوعه كاملين توتال ولسه برضو مش كنترول، وسالته مثلا على اكل، ولا المفروض كده خلاص يبقى الشهور هيبقى متظبط اللي هو اللايف ستايل بتاعه، او اللي خلاص مثلا اكله متظبط وبالتالي انا بديله التوتال 60، المفروض انا لو بعد ده كله وستيل مثلا الفاستنج بتاعي بيرفع او البري برانديال. احنا قلنا دي حاجه الديلي ريكويرمنت، دي اللي انت بتبداي بيها بتحسبي بيها، وبعدين بتعملي اب تايتريشن على، يعني على حسب القرايات وعلى حسب الفولو اب بتاعك، تمام. يعني انا لو وصلت للماكسيمم، يعني انا قصدي لو وصلت خلاص في العيان ده مفيش حاجه اسمها ماكسيمم، ده هو ده الديلي ريكويرمنت اللي انا بعمل العيان بتاعي هيبقى محتاجها. ممكن عياني محتاج اكتر من كده، العيان بتاعي الميتابوليك ريت بتاعه عالي، العيان بتاعي مش عارفه دخل مش عندي في ستريس، فالكاونتر ريجوليتوري هرمون هتبقى عاليه، فهيبقى في عنده هايبر جلايسيميا، فالعيان الريكويرمنت بتاعته هتزيد. مفيش حاجه اسمها ابر ليميت، دي انا ابدا بيها وبعدين بعمل تايتريشن. ما لو ان انا مثلا هي دي 1+1=2، طب خلاص انا كنت حسبت للعيان بتاعي والله ده خلاص وحياه ربنا ده هم دولت التوتال ديلي ريكويرمنت بتوعك وماليش دعوه بقى انت سكرك فيه عفريت، لا انا بعمل تايتريشن على حسب القرايات اللي انا بلاقيها قدامي. تمام يا باشا، تمام تمام خلاص. دعاء كانت رافعه ايدها، انت دعاء رافعه ايدك عايزه تقولي حاجه ولا بالغلط؟ لا انا كنت عاوزه اسال يعني بعد اذنك. اتفضلي قولي يا دعاء. دكتوره مينا، وحضرتك كنت بتكلمي على الكوركشن دوز في العينين اللي ماشيين على بيزل بولوس، طب العين اللي ماشي على ميكستورد هو كده كده بياخد جرعتين بس الصبح وجاي لنا الظهر وسكره عالي وملوش جرعه، يعني هو ما فيش حاجه هياخدها في الوقت ده دلوقتي، تمام. فده احسب له الكوركشن ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، عينين الاستقبال ده انا عيان مش هحجزه ومش هشوفه ومش عارفه هو سكره عالي دلوقتي عشان مش واخد الجرعه بس، ولا هو سكره دايما مش مظبوط في الوقت ده. كويس يا دعاء، ماشي حلو، تمام. اعمل ايه مع عيان الاستقبال بس؟ تمام، هو كويس خالص موضوع عيان الاستقبال. خليني بس ابدا بعيان الاستقبال. مع انا العيان بتاعي، ودي كنا ممكن يعني هنقولها بعدين في الكومبليكيشن في الدي كي اي او الهايبر اوزمر. عياني جالي في الاستقبال. طب ثواني معلش يا اميره، بعد اذنك لو في كمان علاء كان عايز يسال سؤال عشان يبقى بالمره خدنا الاسئله. علاء عايز تسال على حاجه؟ عن النيوتريشن. احنا كلنا عارفين الكونسبت بتاعت ان الوجبه تكون متوازنه والكربوهيدرات تكون 55% والاكل يكون في اوقات معينه، بس في الاخر يعني برضه عم بيسال انا اكل ايه، يعني انا اقول له في الاخر ياكل ايه عشان انا مش عارف في الاخر برضه. انا فاهم كل الكلام ده لكن في الاخر اقول له ياكل ايه بالظبط مش عارف، هو ياكل ايه بالظبط اللي هنقول للعيان ايه بالظبط. ماشي يا علاء، نزله لي عياده التثقيف يا علاء، مالكش دعوه. ببعتهم كلهم والله. ماشي خلاص، حد عايز يسال تاني؟ لا خلاص تمام يا اميره، محدش رافع ايده فيه. طيب اول حاجه عيان الاستقبال. انا عياني جاي لي في الاستقبال لقيت السكر بتاعه عالي، تمام.
انا عندي حاجه من ثاني مع اول حاجه هنا اكسكلود ان العيان بتاعي دلوقتي حاجه ايمرجنسي. العيان بتاعي ده دي كي اي او العيان بتاعي دلوقتي هايبر اوزمولر، تمام؟ عيني ده سيمبل هايبر جلايسيميا، تمام؟ وعلى حسب العيان بتاعي دنيته اخبارها ايه انا ممكن اروح العيان، تمام؟ ويجي يتابع اوت بيشنت، لان كده كده زي ما اتفقنا تظبيط السكر ملي اوت بيشنت وملي حاجات كتير، فالعيان مش ممكن يعني انا مش محتاجه ان انا اعمل له ادمشن. هي الفكرة، أنا عياني جاي لي دلوقتي سكره عالي، سكره 400-500، أنا مضايقني الرقم في إيه؟ علشان أنا لأ شطارة إن أنا هوصل من 400 دي لازم أروح العيان بسكر 100. أولاً دي يعني دي صعبة جداً، لأن العيان بتاعك ده السكر العالي ده أوزمولاريتي عالية، لما هتعمل رابيد كوريكشن ممكن العيان بتاعك يدخل في دي مايلينوزس زي ما أنت بتعمل رابيد كوريكشن للهايبو أو هايبرناتريميا. فأنا العيان بتاعي أنا مش عايزة أعمل له رابيد كوريكشن، دي أول حاجة. ثاني حاجة، أنا قلت الأنسولين اللي موجود عندي في المستشفى اللي هو الريجولار انسولين، الأنسولين المائي ده شورت أكتنج. شورت أكتنج ده الأنسد بتاعته من نص ساعة، يعني هو بيبدأ يشتغل بعد نص ساعة أو ساعة، والبيك بتاعته ساعتين لخمس ساعات، والديوريشن بتاعته ست ساعات. يعني أنت دلوقتي هتعمل هتوجب مع العيان وديته أنسولين مائي ربع ساعة وتعالى قيس سكر العيان عالي، أدي تاني، لا استنى شوية كده وقيس تاني سكر العيان عالي، أدي تاني لغاية ما أن العيان بتاعي يروح يجي لي بعدين بهايبوغلايسيميا. أولا أنا يعني المالتيبل دوزز دي في عيان بالمنظر ده دي أنا مش عايزاها. تاني حاجة الرابيد كوريكشن أنا مش عايزة، طالما العيان مفهوش كومبليكيشن مش محتاجة أن هو يعمل أدميشن، أنا مش عايزة يعني اعمل دروب جامد للبلاد جلوكوز، علشان قلت العيان بتاعي ممكن يدخل في دي مايلينوزس، وحصلت في عيان محجوز عندنا في القسم داخل بسكر 600 خلال ساعتين سكره 128 في بونتاين دي مايلينوزس بعدها، فتمام. فدي يعني جت في اكتر من عيان قريب، يعني مش بعيد، ده لسه الاسبوع اللي فات كان العيانين دول موجودين. فانا اولا مش عايزه اعمل رابت كوريكشن. قلت عياني سيمبل هايبر جلايسيميا انت ممكن تديله اللي عايز تديله دوز انسولين دلوقتي، تديله على حسب العيان قدامك، العيان بتاعي فيت ولا العيان ويونج ايج ولا العيان بتاعي اولد ايج، العيان فيه كوموربيد كونديشن تاني تخوفني ان العيان بتاعي ممكن يدخل في هايبوغلايسيميا من حاجه من الانسولين اللي انا هديه، ولا العيان بتاعي لا العيان بياخد ايه ميديكيشن، العيان بياخد معايا سلفونايل يوريا هتعمل لي هايبوغلايسيميا وهو واخدها من الصبح وهتبقى شغاله بتطلع وادي انسولين ممكن يدخل مني في هايبوغلايسيميا، ولا العيان بياخد معايا دراج ما بيعملش معايا هايبوغلايسيميا فبقى مش خايفه ان انا اديله انسولين. اديت للعيان جرعه انسولين خلاص مش لازم، انت فولو اب بعد على الاقل بعد ساعتين مش بعد نص ساعه، اقيس سكر العيان بعد ساعتين، نزل خير وبركه، ما نزلش انا لسه الديوريشن بتاعتي لغايه 6 ساعات، اقيم تاني هو هيحتاج تاني ولا لا، ده بعد 6 ساعات. في نص ده انا انصح العيان ان هو جود هايدريشن، لان انا بخاف من الهايبر اوزمولاريتي وان العيان بتاعي دلوقتي يبقى هايبر فيسكوزيتي والعيان يبقى لايبل للثرومبوزس، فاقول للعيان بتاعي جود هايدريشن. الجود هايدريشن هيزود الرينال بلاد فلو، هيزود لي هيعمل لي معايا هيزود اليورين اوتبوت، واليورين هو نازل هيبقى معايا في جلوكوز يوريا فهتبقى الدنيا اتحسنت معايا شويه، واخليه تاني يوم يجي المركز زي ما علاء ما بيبعت لنا العيانين واحنا ايه نشوف هو محتاج ايه، وان انا ابدا اظبط له الميديكيشن بتاعه على اللونج ران، او لو ان انت فاضي في الاستقبال وان انت ممكن عندك وقت تتحكي مع العيان وتشوف المشكله فين وتظبط له جرعاته زي ما احنا قلنا او تقول له اكله يبقى كده كتر خيرك، تمام. هو انا في الاستقبال اليومين دول يا دكتوره امينه مش فاضيه بس مضطره عشان مفيش مركز خلاص يا دعاء يبقى سيبيه اللي بتاع العياده اللي بيبقى معاكي في الاستقبال خلاص، تمام. يبقى انت انا بقول لك على حسب انت العيان بتاعك الدنيا عندك كويسه وتقدري تريفايس الميديكال تريتمنت بتاع العيان وتقولي له جرعاته لو سواء كان بياخد انسولين او لو كان بياخد اورال زي ما هنحكي كمان شويه يظبط الدنيا ازاي ويعمل لها ايه اكله اخباره ايه العيان بتاعي فيه انفكشن ولا لا في ستريس ولا لا كل الحاجات ديت هتزود لي الهايبرجلايسيميا. عندي وقت اعمل الكلام ده خير، لا خلاص انا ايمرجنسي يونت وهظبط وهبقى محتاجه ان انا اظبط الحاجه الايمرجنسي في العيان يبقى ابعتيه العياده، تمام. او ان انت تبقى تديلي معاه دلوقتي بما ان احنا ما عندناش عيادات. طيب البريمكسد
نفس الفكرة دلوقتي، أنا جيت العيان بياخد الصبح جرعة وبياخد بالليل جرعة، وجالي في نص اليوم كده سكر العيان عالي، هل إن سكر العيان عالي دي حاجة ستريسفول، دي أول مرة يعني العيان يقولك دي أول مرة تحصل معي، أنا دايما سكري مظبوط تمام، يبقى أدور على ستريسفول كونديشن وهكنترول الدنيا هتبقى معايا كنترول. طيب ولا هنا العيان جاي مثلا اكل كان في عزومه ولا افترى في الاكل ولا لخبط في الاكل معايا، يبقى انا عرفت السبب وخلاص هقول للعيان بتاعي يصلح الدنيا ازاي. ولا ان العيان دي لا والله ده انا مظبط اكلي واموري كويسه تمام، بس الجرعه بتاع بس كل ما اقيس الاقي الدنيا عندي بالمنظر ده. عندي حاجه من الاثنين، يا اما ان انت هتزودي الجرعه بتاعه الصبح بتاعه العيان برضو من وحدتين لاربع وحدات تمام، الجرعه اللي هو بياخدها قبل الفطار، او لو ان هي الدنيا خلاص ده انا سكري طول اليوم بيبقى مظبوط، بس هي المشكله يا دكتوره في بعد الغدا دي، دايما كل ما اقيس بعد الغدا يبقى سكري عادي رغم ان الاكل زي ما هو او ان انا ما لخبطتش في الاكل، ساعتها ممكن العيان دواتي اضيف له ريجولار انسولين قبل الغدا، اديه له جرعه انسولين مائي قبل الغداء لان هي المشكله عنده في بعد الغداء، فخلاص انا هديله جرعه انسولين مائي تكنترول البوست برانديال هايبر جلايسيميا اللي بتحصل لي من الغداء، وبقى كده ظبطت العيان بتاعي. ساعتها البوست الجرعه اللي انا هزودها دي بتبقى 1/10 انترناشونال يونت بير كي جي، يعني عياني وزنه مثلا 60 كيلو يبقى هديله 6 وحدات انسولين مائي قبل الغداء، بروفايدد ان هي الهايبر جلايسيميا دي بتبقى كل مشكلته بس اللي هو هايبر جلايسيميا بعد الغداء تمام. ممكن يا دكتوره اميره اضيف ريبجلينايد قبل الغداء كده مكان مائي لو عيان طيب طول؟ ممكن اضيف ريبجلينايد قبل الغداء، احنا هنقول الاورال دلوقتي، ممكن اضيف ريبجلينايد قبل الغداء، يعني ممكن اضيف انسولين مائي وممكن اضيف الريبجلينايد قبل الغداء برضو مفيش مشكله ينفع تمام. تمام شكرا خالص ماشي. علاء وال الدوز بتاعته في الدواء بيه كام ريبجلينايد؟ هقوله يا ياسر كمان شويه. انا لسه منضم اليكم فانا مش عارفه انت شرحت ايه. لا 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 بص انا شرحت الانسولين بس، بعدين هيبقى دلوقتي التايب 2 وفي الاورال ميديكيشن. طيب بالنسبه لعلاء والاكل، انا قلت لا انا اهم حاجه عندي في النيوتريشن ان انا اوصل للعيان فكره ان هو يظبط الاكل بتاعه باللي متاح واللي موجود عنده، انا مش هقول له انت الصبح تفطر لي كذا والغدا تتغدى لي كذا والعشاء تتعشى لي مش عارفه ايه، يوم هيسمع كلامك يوم مش هيسمع كلامك، يوم هيلاقي يوم مش هيلاقي، فانا بقول له على حسب اللي موجود ايه، على حسب الاكل اللي موجود عندي في البيت. اول حاجه ان انا بخليه بيبقى ليه طبق معين تمام، الطبق بتاعه ده او ان هو يقسمه نصين، نص للخضار والسلطه ونص التاني البروتين والكارب. ببعد عن الحاجات الممنوعه، يعني ببعد عن الحاجات الدهون الزياده، الحاجات المقليات مش عارفه ايه، دي بقول له نبعد عنها، وبقول له ان انت تظبط اكلك ازاي، لان احنا عارفين ان البروسيسنج بتاع الفود بيفرق في الكالوري، يعني ممكن العيان هي زي ما بقول هي يعني لو بطاطساية وهي مسلوقة الكالوريز بتاعتها غير وهي مقلية بتبقى الدنيا أكتر، فاللي هو البروسيسنج بتاع الفود بتاع العيان بتاعي بتفرق معايا، فأنا بقول له ربع الطبق بتاعك هيبقى بروتين والربع بتاعه هيبقى نشويات. عيانك بياكل كتير ابدأ معاه بالتدريج تقلله، انت تقوله انا مش هقولك تقلل كميات قد ايه، انا هقوله تارجت، انا اصلا هبقى عايزك توصل لربع الطبق ده نشويات، فانت شوية بشوية بالتدريج تبدأ تقلل، والعيان بتاعي فلويدز كويسه قبل ما يبدا ياكل بحاجات الجرين فيجيتابلز والحاجات دي اللي هي بتبقى فايبرز بتملى معدته وبتحسسه بالشبع، فاللي هو انت بتحكي معاه في ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش، وبعدين على حسب اللي موجود عنده انت هو العيان بيجيل بعد كده وبيتصرف. زي ما بقول احنا عندنا عياده التثقيف بتبقى موجوده ايام عيادات السكر تمام، بيبقوا فيها التمريض بيبقوا يعني باخدين اكتر من دوره او اكتر من حاجه، وعندهم الصور والحاجات دي بتاعت شكل الاطباق، وبيقعدوا يحكوا مع العيانين ويقولوا لهم يتعاملوا مع الحاجات دي ازاي، فاي عيان انت عايز له
مشكله ان انت تظبط له اكله وانت مش فاضي تحكي معاه ولا الكلام ده، خلاص نزله في عياده التثقيف لما ربنا ييسر الامور ونرجع ونرجع يعني. لو هو بس تعليق تعليق واحد بس، هو بس على الفكره في الدايت مع المصريين يعني، ده باي اكسبيرينس، انك ما تتعاملش معاهم على المحرمات يعني، ما تحرمش العيال. العيان بمجرد ما بيحس ان هو هيتحرم من اكل معين، هو اوريدي بيحس ان ايه، ان هي دي فتره وهتخلص وانا هرجع تاني اللي كنت بعمله. يعني ما تقولوش ما فيش عيش خالص، هو مستحيل يسمع كلامك. انت هتقلل، بتاخد 4 ترغيفة في اليوم، هنقلل بالتدريج لغايه ما نوصل للتارجت. انا بشرب عصاير بسكر، هنقلل لغايه ما تبطل تشرب العصاير بسكر وتبطل العصير مثلا وتاخد مكانه فاكهه. فمبدأ الحرمان مع المصريين ده مبدأ ما بيجيبش نتيجة. طبعا بعيد عن السويتس، طبعا بالنسبة لزمايلنا بتوع الاندوكراين دي حاجات بالنسبة لهم ريد الارمز، يعني دي حاجات ما ينفعش ياخدها. بس احنا مجربين، لان احنا عيننا مثلا هو محروم من كل حاجة. تخيل عيننا كمان دايابيتك معاها، فهو مش هياكل. فمبدأ الحرمان ما ينفعش. انت تقول له يقلل زي ما دكتور أميرة بتقولك، وهو دي هابت لايف ستايل موديفيكيشن في الدايابيتس، هو اهم من اي دواء انت هتديه للعيان. بالظبط. واحنا زي ما قلنا لان ما ينفعش تبقى حاجه فيكسد، لان انت بيجي لك فاريشن كتير. بيجي لك الغلبان اللي بيقول لك انا مش عارفه باكل ايه في اليوم، وبيجي لك اللي يقدر يقول لك انا ماشي قول لي اكل ايه واعمل ايه وانا هسمع كلامك. فيعني عشان ما تبقاش يعني انت والزمن والمرض عليهم، انت هتقول له الحاجات دياتي وتقول له يعني تدي له اوبشنز كتيره، يعني مثلا البروتين يبقى صوره ازاي، ده اللي هيبقى ممكن اي حاجه متاحه عندك منهم دي، لا انا عايزاك تاكل كذا، لا طب هتبدا تقلل بالتدريج لغايه ما توصل. فهتاخد وتدي مع العيان بتاعك وتحكي، واللي هو ايه بالراحة، لان هو هتبقى فعلا الدنيا هتبقى هتلاقي كتير بيسمع كلامك وكتير بيزرجن شوية، فالدنيا بتبقى صعبة معاه. تمام. حد عايز يسأل حاجة تاني في الانسولين او في ال نقلب على الناحية التانية؟ طيب تو دايابيتس، الفارماكولوجيكال مانجمنت في عياني طيب تو دايابيتس. اول حاجه يعني هما في كام بوينت كده، يعني قبل ما اقول ان انا هظبط علاج ازاي. الحاجه الاولى الميتفورمين هو البريفيرد انيشال فارماكولوجيكال ايجنت في التريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس. ميتفورمين. دلوقتي الامريكان اسوسيشن بتاعت الكارديولوجي يعني طلعوا الصوديوم جلوكوز والجي ال بي على الميتفورمين، بس يعني احنا في الاي دي اي الميتفورمين هو اول حاجه. الميتفورمين هو الكلام الميتفورمين هو اول حاجه حتى في عياننا. الميتفورمين هو اول علاج انا ببدا بيه. ما ينفعش عيان دايابيتك الروشته بتاعته ما فيهاش ميتفورمين. تمام. الميتفورمين وانس انيشيتد continued as long as tolerated not contraindicated. يعني once ان انت بدأت الميتفورمين مكمل معاك طالما ما فيش contraindication جدت على العيان ان انت توقف الميتفورمين، طالما ان العيان بتاعك كان tolerated وما بيشتكيش من اي side effect فهو مكمل معاك. اي حاجة تاني بقى عشان تعمل control هت add on، هضيف على الميتفورمين. مش ان انا لا عديته ميتفورمين وما ظبطش يبقى انا هديله هشفتت على حاجه تانية، لا انا مش بشفتت انا هقاد على الميتفورمين. تمام. تاني حاجه العلاج بتاعي انا هدي العيان بتاعي اختار ايه، امتى ادي للعيان بتاعي مش عارفه سلفونيل يوريا، وامتى اديله دي بي بي 4، وامتى اديله انسولين، وامتى مش عارفه ايه. لكن الحاجه دي كلها يعني التشويس اوف فارماكولوجيكال ايجنت لازم ياخد في الاعتبار بتاعي الكارديو فاسكولار كوموربيديتي، الهايبوغلايسيميك ريسك، الإفكت على الويت بتاعي، الكوست عيان يقدر يجيب ولا لأ، العيان سايد إفكت اللي فيه العيان بتاعي يقدر يستحملها ولا لأ، أو العيان هيفضل إيه. يعني ما أنت في عيان تقول والله أنت هينفع لك كذا، بس لأ والله يا دكتور أنا مش هقدر أجيب ده ولا مش هينفع معايا ده، هتسيبه تقول له لأ والله هو ده وما فيش غيره، ولا هتبدأ تدور على لاين تاني. فدولت حاجات أنا بتهمني وأنا بختار الميديكال تريتمنت اللي أنا هديه العيان بتاعي بتاع تايب 2. طيب العيان بتاعي قبل ما نط من مرحله لمرحله انا بنط كل 3 شهور. تمام. بروفايدد ان انا العيان يعني انا العيان بتاعي بعمل له فولو اب كل 3 شهور، يعني الجلايسيميك كنترول اسيسد افري 3 مانثس والسبسيكوينت ادجستمنت للدوز. يعني انا 3 شهور بشوف دنيتي العيان بتاعي اخباره ايه، العيان وصل للتارجت خير وبركه، العيان لسه ما وصلش بشوف انا هعمل ادجستمنت للدوزز او ان انا ادجستمنت للمانجمنت بلان بتاعي.
هعمل ادجستمنت للدوزز او ادجستمنت للبلان بتاعتي على حسب العيان بتاعي دنيته اكبرها ايه. لو العيان وصل للتارجت يبقى انا بعمله في الاب كل ايه كل 6 شهور. طيب انا قلت طيب الديابيتس في حاجه في الباثوجينيسيس بتاعته اللي هو الاومنس اوكتيت، انا في عندي 8 اورجان مسؤولين عن الهايبر جلايسيميا اللي بتحصل في عيان طيب الديابيتس، عندي 8 اورجانز دول كل شويه اللي كل اورجان في حاجه بتشتغل عليه كل شويه، ليه ادويه السكر كتير وليه ادويه السكر عندي جروبات كتير، لان هو كل ما يلاقوا ميكانيزم لتايب 2 دايابيتس يطلعوا دواء يشتغل على الميكانيزم دي. فاحنا قلنا انا كان عندي اكتر من اورجان، عندي البنكرياس وعندي الليفر وعندي الانتستين وعندي البرين وعندي المصل والكيدني والادبوز تيشو، ففي عندي مالتيبل دراجز كتير، دراج جروب كتير عشان كل انا عندي مالتيبل ميكانيزمز، فانا عندي كل دراج بيشتغل على ميكانيزم معينه، فانا اللي بدي ايه بعمل له لقيت عندي جروب كتيره من الاورال ميديكيشن. طيب اول حاجه في الاورال ميديكيشن نبدا بيها، طبعا هبدا بالميتفورمين او اللي هما البايجوانيدز. تمام، ايه هي الميكانيزم اوف اكشن بتاعي؟ بصوا يا جماعه انا هبدا بالميديكيشن علشان اقول كل دراج ايه اللي ليه وايه اللي عليه، علشان لما كده تبقى انت خدت فكره الدراج ده مثلا هل ان هو ليه كارديو فاسكولار بروتكشن وكيدني بروتكشن ولا لا، الدراج ده بيعمل هايبوغلايسيميا، الدراج ده مثلا بيفرق معايا على في الويت، ايه السايد افكت اللي مشهوره بتاعتي في الدراج، علشان وانا بشوف العيان بتاعي انا قلت هيهمني العيان بتاعي على الكوموربيد كونديشن، العيان الريسك بتاع الهايبوغلايسيميا، العيان بتاعي ده فراجايل وليبل يدخل في هايبوغلايسيميا ولا لا، العيان بتاعي دوتي الويت بتاعه اخباره ايه، انا عايزه اديله حاجه منها اظبط السكر ومنها العيان وزنه ينزل ولا لا، فانا لازم اعرف كل دراج بيشتغل ازاي علشان انا ابقى عارفه وانا بختار انا هختار ايه. اول حاجه الجروب عندي البايجوانيدز الميكانيزم اوف اكشن بتاعي بتشتغل بثلاث حاجات، بتقلل الهبات الجلوكوز برودكشن، بتقلل الجي اي تي ابزوربشن للجلوكوز، بتزود التارجت سيل سنسيتيفيتي. تمام، يعني هي زي ما بقول كده ميزتها ان هي انسولين سنسيتايزر، اللي احنا بنقول الميتفورمين بيزود السنسيتيفيتي بتاعه السيلز او الريسبونس بتاعه السيلز للانسولين، وبيقلل الجلوكوز برودكشن والجلوكوز ايه ابزوربشن من الجي اي تي. طب ايه مميزاته؟ هاي افيكاسي، ان الميتفورمين بيقلل لي الاي 1 سي اب تو 2%. تمام، يعني بيقلل الافيكاسي بتاعته جامده جدا، يعني العيان بتاعي بيقلل الاي 1 سي بتاع الاي 1 سي اب تو 2%. تمام، ان هو ملوش هايبوغلايسيميك ريسك، هو ما بيطلعش انسولين، ما بيعملش اي حاجه، فالعيان بتاعي ما بيدخلش مني في هايبوغلايسيميا. ملوش ويت جين، الميتفورمين نيوترال على الويت او مودريت ويت لوس، بس مش significant weight loss زي ما احنا عارفين اللي عايز يخس ياخد metformin، ودي بتبقى كمان individual response، يعني في عيانين بياخدوا metformin يقول لك ده خسسني، وفي عيانين بقالهم قرون ماشيين على metformin وقد كده مش responding، فدي individual response، وهو اصلا يا اما neutral او لو بيقلل بتبقى حاجة ايه، بتبقى حاجة مدرت، مش حاجة significant. طيب ايه السايد افكت بتاعته الجيره اللي احنا بناخدها؟ اول حاجه الجي اي تي ابسيت، هو بيعمل نوزيا وبيعمل هارت بيرن وبيعمل مشاكل كتير، فتلاقي العيان كده لما انا خدت البرشام من هنا وقفت على معدتي انا مش هاخدها تاني. حلها ايه دواتي؟ ان انت تبدا بجرعه صغيره بتعمل لها اب تايتريشن بالراحه، او ان هو العيان ياخده وسط الاكل او بعد الاكل على طول، او ان انت تاخد فورمولا اللي هي الاكستندد ريليس، دي تعمل لك هتكفر او الجي اي تي ابسيت اللي بتحصل في العيان. في عندي دايريه، في عندي اللاكتيك اسيدوزس، دي الديس ادفانتج او المين سايد افكت بتاعتي اللي عندي. طب الدوزس بتاعته، في عندي حاجتين، عندي تو فورمولا، عندي انترميديت ريليز وعندي اكستندد ريليز. تمام، الانترميديت ريليز زي اللي هم السيدوفاج او الجلوكوفاج كده من غير مش جنبهم اكس ار، سيدوفاج او جلوكوفاج، عندي الدوز عندي 500 او 850 او 1000، انا ببدا ب 500، ده انترميديت ريليز عشان كده لازم يتاخد توايس، ما ينفعش العيان بيبقى بياخد سيدوفاج اللي هو الانترميديت ريليز بياخده مره واحده، لا هو العيان بياخده توايس 500 ملي جرام كل 12 ساعه او بياخده مرتين في اليوم، وبزود الدوز بتاعتي كل اسبوعين. تمام، الماكسيمم 2000
550 في اليوم. الماكسيمم بتاعت الميتفورمين في ناس ممكن توصل لغايه 3000، بس اكتر من 3000 دي لا. يعني في ناس ممكن تلوريت لغايه 3000 وما مش بيديفلوب سايد افكت، بس يعني دي يعني ناس معينه، مش هو ده مش هو ده الرول. انا في الانترميديت ريليز الماكسيمم عندي 2550. الاكستندد ريليز ده زي الجلوكوفاج اكس ار او ماكسوفاج اكس ار، هتلاقي جنبها كلمه اكس ار، ده يتاخد وانس تمام. ببدا برضو ب 500 ملي جرام مره في اليوم، بياخده مع العشاء، وبزود الجرعه كل اسبوع. الماكسيمم 2000 ملي جرام في اليوم تمام. طيب ده الدوزنج العاديه ريكومندد دوز في ان انا بروفايدد ان انا عياني نورمال. طب الرينال ادجستمنت بقى بزودها ازاي؟ لو قال لك لو جي اف ار بتاعك اكتر من 60 ملي بير مينت هتعمل فول دوز وتعمل فولو اب كل سنه، مش محتاج ان انا اغير. طالما الجي اف ار بتاعي اكتر من 60 هدي الدوز بتاعته عادي خالص زي ما انا ما هو ماشي عليها، او زي ما انا هديله الدوزز اللي انا كاتباها وبعمل له فولو اب للجي اف ار كل سنه. لو جي اف ار بتاعي من 45 ل 60 برضه فول دوز، بس هقلل الفولو اب بتاعي، هخليه مثلا كل ايه من 3 ل 6 شهور. لو جي اف ار من 30 ل 45، لو عيانك اوريدي على ميتفورمين لا ادي نص الجرعه، لو عيانك مش على ميتفورمين ما تبداش تمام. لا جي اف ار اقل من 30 كونترا انديكيتد. عشان كده فانا بقول في الاسسمنت انا يهمني ان انا احسب الجي اف ار بتاعي بتاع العيان اخباره ايه، علشان اشوف الجرعات اللي انا هديها وايه الميديكيشن اللي انا هديها. طيب تاني حاجه الجليتازونز او التيزيديز، دي برضو الميكانيزم اوف اكشن بتاعها دي بتزود التارجت سيل سنسيتيفيتي وبتقلل الهيباتيك جلوكونوجينيسيس، فبتقلل البلاد جلوكوز من غير ما تعمل لي هايبوجلايسيميا، وبتزود السنسيتيفيتي بتاعه السيلز للانسولين. الادفانتج بتاعتها برضو الافيكاسي بتاعتها عاليه، بتقلل الانسولين اب تو 1.5% تمام، برضو ما بتعمليش هايبوجلايسيميا. بس مشكلتها ان هي بتعمل لي ويت جين، بتعمل لي سولت ووتر ريتينشن، تعمل لي ماكولار اديما، في حاجات كان فيها اللي هي حاجات ريسك للبلادر كانسر والحاجات دياتي، بس بالجنريشن اللي موجوده عندنا في السوق دي مش هي الحاجات اللي كانت بتعمل دي، اتسحبت من السوق. بس هي مشكلتها الويت جين والسولت والووتر ريتينشن، عشان كده كونترا انديكيتد في اي عيان اوفرلودد واتيفر ايه الاتيول، هارت فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير، عيان اوفرلودد، هي هتزود معايا ايه، هتزود معايا المشكله. طب ايه الدوزز بتاعتي؟ انا ببدا من 15 ل 30 ملي جرام في اليوم، وانس مره واحده في اليوم، بتتاخد ويز ميلز وفيكس تايم، يعني هياخدها مع الغدا مثلا، او هياخدها في ساعه معينه، تاخدها كل يوم. الحاجات اللي موجوده عندي في السوق زي عندي في الدايبتين او الدايبتينور، هو دوت اللي موجودين في السوق. ودي ولد بالمناسبه مثلا يعني الدايبتينور هو اللي موجود، ويعني هو ده البلين، هو ده البايوجليتازون من غير اي حاجه، من غير اي حاجه تاني. في بعدين عندي حاجات معاها ميتفورمين زي البايوجليتا بلس، او الحاجات او مع سلفونيلوريا زي الجليميبرايد تمام، سوري زي الزانوبلايد اللي هو فيه جليميبرايد وبايوجليتازون، فدول بيتاخد مرة واحدة في اليوم. وعندي الجرعة بتاعتي من 15 ل 30، ماكسيمم دوز 45. هو هنا أنا يعني الدوز أدجستمنت بتاعتها أنا ممكن يعني أديها طالما العيان بتاعي نورمال تمام، لكن عيان بتاعي فيه ليفر امبيرمنت أو رينال امبيرمنت، لو حاجة مايلد جي اف ار مثلا بتاع العيان بتاعي أكتر من 45 هديها كوشسلي، او لو ان العيان ليفر سيروزز وهيباتيك امبيرمنت مثلا وتشايلد ايه، يعني يستحسن ان انا اشوف لاين غيرها، فدي انا بديها العيان كويس الادكوت جي اف ار وادكوت ريدن وادكوت هيباتيك فانكشن، طبعا كونترا انديكيتد فقلت زي ما قلت في اي عيان اوفر ايه اوفرلودد. طيب السلفونيل يوريا بقى اللي هي اللي موجودة عندنا كتير، السلفونيل يوريا دي بتشتغل ازاي؟ دي انسولين سيكريتاجوج، بتعمل استيميوليشن للبيتا سيل بوتاسيوم اي تي بي تشانل تمام، بتؤدي كالسيوم انفيوجن وانسولين ريليس، يعني هي بتطلع لي انسولين، فهي كانها هي كده بتروح على البنكرياس يطلع انسولين عشان يكنترول معايا الهايبرجلايسيميا اللي موجوده.
ميزتها ان هي هاي افيكاسي، ده دراج بيتقلل بلاد جلوكوز بحاجه محترمه، وبرده ان هو كمان لو كوست، ان هو حاجه رخيصه ودي يهمني في الـ في الـ وانا بختار العلاج بتاعي. تاني حاجه ده دواء بقاله منذ قديم الازل، فدواء تراستد وحصلت عليه دراسات كتير وانا عارف السايد افكت بتاعته يعني ومعروف، بس مشكلته حاجتين: ويت جين، والمشكله الاكتر الهايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا بتاعت الاورال ميديكيشن بتبقى صعبه، لان هو بتبقى الاورال ميديكيشن ده بعد ما يحصل له ابزوربشن بيمسك في الريسبتور وبيبقى شغال على طول كونتينوس ريليز للانسولين، ملوش دعوه العيان كل ما كلش، العيان نام، العيان مش عارفه عمل ايه، فالريسك بتاع الهايبوجلايسيميا فيه عالي جدا. فالعيانين اللي فيهم العيانين اللي كان عندهم دخلوا في اكتر من اتاك هايبوجلايسيميا، او دخلوا في هايبوجلايسيميا ان اويرنس، دخل في هايبوجلايسيميا من غير ما يحس بنفسه، انا يستحسن ان انا ابعد عن السلفونايل اليوريا. في عندي منهم جينيريشن، في عندي اول جينيريشن فيرست جينيريشن اللي هو الجلبينكلامايد، تمام. الجلبينكلامايد ده اللي هو زي الدوانيل او الضيابين، حاجات بتوع التامين، اول موجود عندنا الديافانس او الجلوكوفانس او الجلايبوفين، دول بيبقوا معاهم ميتفورم. في عندي حاجتين، حاجه اسمها اوبتيمال دوز وماكسيمم دوز، تمام. الاوبتيمال دوز دي ذا بيست افكتيف دوز، يعني دي احسن جرعه هتجيب لي احسن افكت. الماكسيمم دوز دي جرعة ان انا لو زودت عنها هيبدأ يدخل عندي العيان في كومبليكيشن او سايد افكت. طب الفرق ما بين الاوبتيمال والماكسيمم، قالك مفيش افكت عالي قوي، فانت لو العيان بتاعك ماشي على اوبتيمال دوز ومش كنترولد، لو وصلت معاه للماكسيمم دوز ما تتوقعش ان هو هيفرق معاك قوي في الكنترول. الفرق في الافكاسي ما بين الماكسيمم والاوبتيمال مش حاجة قوية. الاوبتيمال دوز بتاعه الجلبينكلامايد دي بديها 10 ملي جرام بير داي، ممكن اديها مره او ممكن اديها مرتين، الماكسيمم لغايه 20 ملي جرام في اليوم. الجلبينكلامايد ده فيرست جينيريشن، ده افظع واحد فيهم في الهايبوجلايسيميا، لان هو ده بيبقى ادهيرنت للريسبتور بطريقه صعبه، فبيبقى شغال كونتينوس ريليز، فالعيان بتاعك الهايبوجلايسيميك ريسك فيه بيبقى عالي جدا. فعشان كده العيان ده، اي عيان عندي ماشي على جلبينكلامايد وهيصوم، انا بشفتته بغير له الجلبينكلامايد دلوقتي لاي جينيريشن تاني او اي لاين تاني، لان الهايبوجلايسيميا فيه بتبقى الهايبوجلايسيميك ريسك فيه بيبقى عالي. طيب السكند جينيريشن والثيرد جينيريشنز زي الحاجات اللي احنا بنشوفها الجليميبرايد او الجليكلازايد، دي مشكله يعني ميزتها ان هي الهايبوجلايسيميا فيها بتبقى اقل شويه. الجليميبرايد ده زي عندي الاماريل او الدولسيل، في عندي تركيزات من 1 2 3 4، برضو الاوبتيمال دوز 4 ملي جرام، الماكسيمم دوز 8 ملي جرام، ده لونج اكتنج بيتاخد وانس، تمام، يتاخد مره واحده في اليوم. الجليكلازايد زي في عندي زي الدايمايكرون او الدايميديزين او الجليكلا، ده عندي الاوبتيمال دوز 160 ملي جرام، ممكن يتاخد وانس او توايس، الماكسيمم 320 ملي جرام. السلفونايل يوريا في عياني لو في مايلد رينال او مايلد هيباتيك امبيرمنت ممكن يكمل عليها، لكن لو في سيفير الريسك بتاع الهايبوجلايسيميا فيهم بيبقى عالي. ثاني حاجه ان هم دول بيبقوا ميتابولايزد في الليفر واكسكريتد في الكيدني، فدول بيبقوا يعني بيتاثروا بالليفر والهيباتيك امبيرمنت، فلما يبقى العيان بتاعي فيه حاجه مايلد ممكن يكمل على الجرعه، او ان انا اكونسيدر جرعه اقل. يعني مثلا لو العيان بتاعي هدي له جليميبرايد ممكن ابدا له بواحد ملي جرام واشوف الدنيا اكبرها ايه. الميزه الجليكلازايد ملوش دوز ادجستمنت في عيان الرينال، او ده اللي احنا بنشوفه، يعني احنا عيانين بيبقوا ماشيين على دايمايكرون وهما اند ستيج وفي رينال امبيرمنت وبيبقوا كنترول وما بيدخلوش مني في هايبوجلايسيميا، فده يعني ده ميستري يعني ممكن يتاخد، مش هو اللي ابروفد في الرينال، بس يعني بالاكسبيرينس او كده ان هو يعني لا عادي العيانين بياخدوه ما بيحصلش منه مشاكل هايبوجلايسيميا او كده. طيب الشورت اكتنج سيكريتا جوج اللي هو الميجليتينايد اللي هم زي ما كان بيقول ياسر الريباجلينايد او الناتيجلينايد، في عندي دولت بيعملوا ايه؟ بيعملوا استيميليت الانسولين سيكريشن بطريقه زي السلفونايل يوريا، يعني فعشان هم كده بسميهم شورت اكتنج سيكريتا جوج او شورت اكتنج سلفونايل يوريا، دول بيروحوا على البيتا سيل ويعملوا لي بيمسكوا في الريسبتور وبيعملوا لي انسولين ريليز. ميزتهم دول اللي هم فليكسيبيليتي في الدوزز، يعني
العيان هياكل هياخد الجرعه، مش هياكل مش هياخد مش هياخد الجرعه، فالهايبوجلايسيميك في الريسك فيه بتبقى قليله. تاني حاجه ان هو ما بيعملوليش ويت جين فظيع زي السلفونيليوريا. تالت حاجه بقى ان هما دولت ابروفد في العيانين الرينال امبيرمنت بس مايلد تو مودريت، العيانين السيفير برضو مش ريكومندد. بس مشكلته بقى الديس ادفانتج بتاعه ان هو مثلا العيان بتاعي لو بياخد سلفونيليوريا بياخد قرص مره في اليوم، ده لا ده انت هتاخد قرص مع كل مره هتاكل فيها، فهو مالتيبل دوزز. الدوز بتاعته هما دول اسمهم في السوق الريبادلنايد، في عندي نص وفي عندي واحد وفي عندي اتنين، يعني ببدأ بأي جرعة أنا بقولها على حسب الكمية اللي العيان بتاعي هيشوفها، أو أن أنا أخليها ببدأ بالجرعة القليلة وأشوف دنية العيان بتاعي أخباره إيه. بير دوز بير ميل، يعني أنا مثلا هدي العيان نص ميلي جرام، ده هياخده قبل الوجبات، يعني بير دوز بير ميل هو هياخد نص قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء، وأشوف بالفولو أب بتاعي العيان بتاعي إيه. تاني حاجه زي ما قلنا ان دي ممكن العيان بتاعي يبقى ماشي على سلفونيليوريا او ماشي على اي لاينز تانية، ماشي على لاين تاني او حتى ايفن انسولين، واديله الحاجات دي كانها زي ريجولار انسولين او زي بولس انسولين. يعني مثلا ايه لو رايح فرح، لو رايح عزومه، لو هياكل مثلا حاجه كتيره ممكن ياخدها قبل ايه قبل الوجبه الكبيره اللي هو ايه اللي هو هياخدها دي. طيب تانية الجروب بقى اللي بقى مشهور وبقى موجود عندي في السوق كتير، ده بقى الدي بي فور انهيبيتور. تمام، انا عندي لما باخد اورال جلوكوز وبيحصل عندي جلوكوز ابزوربشن بيروح للسمول انتستين بيطلع لي حاجه اسمها انكريتين او انكريتين هرمون اللي هم الجي ال بي او جي اي بي. تمام، الانكريتينز دولت بيشتغلوا على البنكرياس، بيشتغلوا لي على الاثنين، على البيتا سيل وعلى الالفا سيل. على البيتا سيل بيعملوا لي ايه ستيميوليت الانسولين ريليز فيقللوا لي البلاد جلوكوز، وعلى الالفا سيل بيقللوا لي الجلوكاجون سيكريشن فبيقللوا لي الهايبر جلايسيميا. بس دول يعني مشكلتهم ايه ان هما دول بيحصل لهم رابيد ديجراديشن، هما ليهم شورت هاف لايف لان هما بيحصل لهم رابيد ديجراديشن بالدي بي بي 4 انزايم، بيتكسروا على طول، ما فيش يعني الهاف لايف بتاعته 2 مينتس لان هو الاول ما بيطلعوا في انزيم بيكسرهم. فانا فكره الدي بي بي 4 بقى دي ان انا بعمل انهيبيشن للانزيم اللي بيكسرهم فبحافظ على مستوى الانكريتين هرمونز دي بيبقى موجود في البلد فتره اطول فيعمل ستيميوليشن للبنكرياس يطلع لي الانسولين فيكنترول معايا الهايبر ايه الهايبر جلايسيميا. تمام، الميكانيزم بتاعتهم للاكشن بتاعتي ان هما جلوكوز ديبندنت انكريز للانسولين سيكريشن او سبريشن للجلوكوز على حسب سبريشن للجلوكاجون سوري، على يعني ده العيان بتاعي اكل الانكريتين هرمونز دي بتطلع، ما اكلش الانكريتين هرمونز دي ما بتطلعش، فدي العيان بتاعي لما يبقى فيه هايبر جلايسيميا دولت هيعملوها لي كنترول. تاني حاجه ان هما ساعات لو ان هو العيان بتاعي دخل فيه هايبو جلايسيميا ما بيشتغلوش او بيطلعوا لي الجلوكاجون، بيزودوا السنسيتيفيتي بتاعه الالفا سيلز ان هي تبدا تطلع ريسبونس للهايبوجلايسيميا. يعني فدي ميزتهم ان هو جلوكوز ديبندنت، على حسب العيان واكل هما هيشتغلوا، مش واكل مش هيشتغلوا، فعشان كده ما لهمش هايبوجلايسيميا، ما بيعملوش هايبو ايه هايبوجلايسيميا. ادفانتج بتاعتها هي كافيكاسي مدرة افكاسي، يعني مش هي الفظيعة اللي بتقلل لي A1C. يعني لو هختار حاجات تانية لا في حاجات تانية اكتر منها، يعني هي ممكن تقلل A1C لغاية 1%. انا شفت الميتفورمين بيقلل لغاية 2%، السلفونيليوريا بتقلل لغاية 2%، التيزيديز بتقلل لغاية 1.5، لكن هي دي لها مدرة افكاسي. بس ميزتها ان هي مالهاش ما بتعملش هايبوجلايسيميا. تاني حاجة ان هي نيوترال على الويت، لا بتعمل لي ويت جين ولا بتعمل لي ويت لوس. فلو عياني اوبيز مثلا انا مش خايفة منهم ان انا مش هيزودوا لي الوزن زي مثلا زي السلفونيليوريا او زي الجليتازونز. بس الديس ادفانتج بتاعتها بقى ان هي بتعمل لي بانكرياتايتس، وان هي بتحتاج رينال دوز ادجستمنت، وان انا عندي الساكساجليبتين بيعمل لي ورسنينج للهارت فيلير. يعني لو العيان بتاعي فيه هارت فيلير الساكساجليبتين ده كونترا انديكيتد لان هو بيعمل لي ورسنينج للهارت فيلير. طيب ايه الدوز بتاعتها؟ انا عندي في اربع لاينز او يعني او في حاجه اسمها اللوجليبتين بس يعني انا ما جبتوش معايا. في عندي حاجه اسمها سيتاجليبتين، تمام، سيتاجليبتين ده الدوز الريكومندد دوز 100 ملي جرام وانس بير داي. تمام، زي اللي هو ايه ده زي الجانوفيا او الجانوميت، دولت الاسماء الموجوده في السوق.
بعمل له adjustment ازاي لو الجي اف ار بتاعي من 30 ل 45 العيان بياخد 50 ميلي جرام مره واحده في اليوم، لو الجي اف ار من 15 ل 30 او العيان اندستيج بياخد 25 ميلي جرام، الساكساجليبتين 5 ميلي جرام مره في اليوم، جي اف ار اكتر من 45 واقل من 60 يعني من 45 ل 60 هياخد 2.5 في الميلي جرام في اليوم. لا الاستيميت جي اف ار اقل من 45 يستحسن ان انا ايه ان انا اوقفه، وزي ما قلنا هو لو العين بتاعي فيه هارت فيلير انا مش عايزاه برضو. الفيلداجليبتين اللي هو موجود عندي في السوق كتير زي الفيلداجلوز والجالفاس والجليبتاس دولت هم اكتر اللي مشهورين عندي، ده 50 ميلي جرام توايس يتاخد مرتين في اليوم. لو العيان بتاعي فيه امبيرد رينال امبيرد جي اف ار او حتى ايفن اند ستيج بياخد 50 ميلي جرام مره في اليوم. تمام، اللينجليبتين ده اللي هو ما بيحتاجش رينال دوز ادجستمنت، يبقى وده اللي ابروفد يعني اللي هو الريداجلينايد واللينجليبتين هم اللي ابروفد في الكرونيك كيدني ديزيز يعني. فهو اللينجليبتين 5 ميلي جرام مره في اليوم وما بيحتاجش رينال دوز ادجستمنت. زي الدي بي بيفور تاني في حاجه اسمها جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. احنا قلنا الانكريتين بيطلع عندي حاجه اسمها جي ال بي، تمام، جي ال بي 1 ده دي ريسبتورز موجوده في كل السيلز في كل السيلز اللي موجوده في البودي، فعشان كده ليه افكت ليه اكتر افكت يعني فرزر ان هو بيعمل لي لورنج البلد جلوكوز على طريق الافكت بتاعه على البنكرياس، ليه افكت على حاجات تانية كتير، عشان كده ليه ايه ليه بنفيت كتير. فانا عندي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ده بيشتغل ازاي، دي بنكرياتيك افكت جلوكوز ديبندنت انكريز للانسولين سيكريشن اند ايه جلوكاجون سبريشن، زي فكره الدي بي 4 ان العيان كل ده بيطلع او ده بيشتغل فبيعمل لي كنترول للايه للهايبر جلايسيميا. طب تمام، معلش يا جماعه ممكن بس دقيقه واحده، مش مشكله يعني حد يا شباب عنده اسئله لغايه دلوقتي في الكلام اللي قالته الدكتوره اميره؟ هو انا عندي تعليق بس بعد ما تخلص كل الاورال هايبوجلايسيميكس ان شاء الله. الدكتوره اميره هو اللينا جليبتين هو ايه بره بقى؟ اللينا جليبتين هو اللينا جليبتين مش موجود في اسيوط اساسا. تراجنت اسمه تراجنت. ما تراجنت اسم مش موجود ليه يمكن بتاع فوق الست شهور. تراجنت. وهنتفق الفكرة مش موجود ليه أكتر من ست شهور يعني هو هقول كومنت بس لما تيجي أميرة عشان هنتناقش في الحتة دي. يعني هو أنا عندي تحفظات في الأورال هايبوغلايسيميكس تمام، بس مش مشكلة بس تخلص هي بس عشان ما تتهوش وبعدين نبقى نتناقش. هو بس أهم حاجة يعني هو ده كلام فور يعني أنا شخصيا أنا استفدت حتى يعني دكتورة أميرة عاملة إيفورت كتر خيرها جايبة لكم التريد نيمز بتاعت الأدوية، ودي يعني حاجة في العادي يعني الناس ما بتعملهاش، وأيوب يعني من الناس الصغيرين إن هما يعني إيه يحفظوا الكلمتين دول. يعني هي الست مش قايلة كلام كتير، قايلة كلام مختصر تحفظوهم وتبتدوا تمشوا بالرولز دي، وأيوب إنكم أنتوا تغيروا البراكتس بتاعكم أساسا في القسم وفي العيادات. يعني هو الهدف من المحاضرات مش ان انا اقول محاضره ولا غيري يقول محاضره، هو الهدف ان انت تغير البراكتس، يعني تيجي في الاخر تعرف انت المفروض ايه. انتوا ابسط حاجه النهارده عرفتوا ان انتوا اساسا طريقه قياسكم من السكر في العيانين الانبيشنت غلط، ان انتوا اساسا يعني مش بتنبهوا على التمريض ومش بتنبهوا كمان على العيانين. فاهم حاجه يبقى ان احنا نغير البراكتس، مش ان المعلومات كلها موجوده في الكتب سواء احنا قلناها او لا انت هتقدر توصل لها. اهم حاجه انك تغير البراكتس بتاعك. معلش انا اسفه، الجي ال بي 1 زي ما قلنا هو بيشتغل جلوكوز ديبندنت انكريز الانسولين سيكريشن او بيعمل لي سبريشن للجلوكاجون، ليه اكسترا بانكرياتيك افكت ان هو بيعمل لي ديلي للجاستريك امبتنج وبيزود الساتايتي، عشان كده ليه افكت على الويت ان هو بيعمل لي ويت لوس، لان هو بيقلل بيديلي الجاستريك امبتنج وبيزود ايه بيشتغل سنترالي بيزود الساتايتي. الادفانتج بتاعته ان هو هاي افيكاسي بيقلل الـ A1C بنسبه محترمه توصل لغايه 2%، وان هو مالوش هايبوجلايسيميك ريسك، الهايبوجلايسيميا عنده بتبقى قليله جدا لان هو برده جلوكوز ديبندنت،
وان هو بيعمل ويت لوس. تاني حاجه ان هو ليه كارديا كورينال بروتكشن، الحاجات اللي ابروفد ان هي ليها كارديا كورينال ايه كورينال بروتكشن عن طريق دراسات والحاجات دي، ان هو بيقلل الكارديوفاسكولار ميجر ايفنت يعني والستروكس والحاجات دي كلها. الديس ادفانتج ان هو بيعمل لي جي اي تي ابسيت برضو، بيعمل لي نوزيا حاجه صعبه برضو، ممكن عيانين ما بيستحملوهاش. تاني حاجه ان هو اكسبنسيف. تاني حاجه ان هو بيزود الريسك للثايرويد سيل ايه تيومر، ثايرويد سي سيل تيومر بيزود ليها الريسك. الدوزز في عندي حاجات كتير موجود، زي عندي حاجه اسمها الاكسيناتايد، في عندي منها تتاخد ديلي، ممكن تتاخد اكستندد ريليز، تتاخد وانس ويكلي، دي اسمها في السوق بايته بالمناسبه. دي رينال دوز، انا بالعين فيهم رينال امبيرمنت بتبقى يعني ليها كوشسلي كده في العيانين فيهم رينال امبيرمنت لو جي اف ار بتاعي من 30 ل 50. الريليشن للميلز ممكن بديها قبل الـ الاكل او تمام، يعني بديها نص ساعه لساعه قبل الوجبات. الاكستندد ريليز ملوش علاقه بالميلز. اللي راجلوتايد ده اللي هو الفيكتوزا، ده موجود عندي برضو، ممكن يستخدم ممكن يتاخد وانس ديلي تمام. ده جرعته من 6.10 ملي جرام او 2.10 او 1.10، ببدا من 6.10 وبزود كل اسبوع لغايه ما اوصل ماكسيمم دوز 1.8 من 10. برضو ملوش علاقه بالميل. عندي اخر واحد ده اللي هو موجود في السوق اسمه توريسيتي، برضو بيتاخد وانس ويكلي، ملوش دوز ادجستمنت في الرينال وملوش علاقه برضو بالميل. هي مشكلتهم ان هم دولات هايلي اكسبنسيف، يعني دولات الامبول او الانجكشن بتبقى يعني ممكن تبقى 500 جنيه ويتاخد العين لو ان انا هبديله الاكستندد ريليز اللي بيتاخد وانس ويكلي. بس ميزته ان هو ليه كارديو رينال بروتكشن. تاني حاجه ان هو ويت لوس، وده ابروفد في الاوبيزيتي، يعني في العيانين الموربيد اوبيزيتي ابروفد ان انا ممكن اديه، وزاوت ان العين بتاعي مش دايابيتك، انا ممكن اديه عشان الاكسترا بانكرياتيك افكت بتاعه عشان يكنترول الاوبيزيتي. تاني حاجه او اخر مجموعه الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر انهيبيتور تمام. انا عندي الميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو بيزود الكيدني اكسكريشن للجلوكوز. انا عندي الجلوكوز في الجلوميرولا بيحصل عندي فلتريشن للجلوكوز، في البروكسيمال كونفوليوتد تبيول بيحصل عندي عن طريق الصوديوم جلوكوز 2 بيحصل عندي ري ابزوربشن للصوديوم، و الجلوكوز ري ابزوربشن ل 90% من الفلتر تمام. هي هنا بقى ده السايت اوف اكشن بتاع الدراج بتاعي، هو بيعمل لي بلوك للريسبتور ده فبيقلل لي الجلوكوز والصوديوم ري ابزوربشن، بيعمل لي جلوكوز يوريا فبيقلل لي البلد جلوكوز. تاني حاجه ان هو بيعمل لي بيزود لي الصوديوم لوس، برضه بيعمل لي ناتريسيس مع الدايوريسيس فبيكنترول البلد بريشر. تاني حاجة ان انا عندي البروكسيمال كونفوليوتد تبيول الصوديوم فيها يعني قللت الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، فالصوديوم اللي رايح للديستال كونفوليوتد تبيول بيزيد تمام. فعارفين ان احنا لما الصوديوم اللي بيبقى رايح للديستال كونفوليوتد تبيول بيبقى قليل، هو اللي بيعمل ستيميوليشن للراس سيستم، فلا انا اللي رايح بيبقى كتير فممكن بيبقى ليه افكت كمان، هو بيعمل لي انهيبيشن للراس سيستم اكتيفيشن. فكرته بقى الادفانتج بتاعته ان هو مودريت افيكاسي، ما بيعملش هايبوغلايسيميا، بس ميزته ان هو بيعمل ويت لوس وليه كارديو رينال بروتكشن زي ما قلنا، علشان ان هو بيقلل لي البلد جلوكوز وبيقلل لي اللي بيعمل لي جلوكوز يوريا وبيعمل لي ناتريسيس، بياخد معايا فوليوم معايا فبيبقى بيكنترول البلد بريشر وبيكنترول اللايبوجرام عن طريق الكالوري لوس. تاني حاجه ان هو بيعمل لي بيقلل لي الاكتيفيشن بتاع الراس سيستم، فبرضه بيعمل لي بيقلل الجلوميرولار بريشر فبيقلل البروتينيوريا معايا. ما تقلقيش ده هشرحهم انا بالتفصيل، ما تقلقيش عادي يعني. اه ايوه، ما بس انا بدي هنت تكملي بقى الايفكت بتاعي. طيب مشكلته الديس ادفانتج بقى ان هو بيعمل لي فوليوم ديبليشن تمام، لان هو بيعمل لي بوليوريا فظيعه الجلوكوز وهو نازل، بيعمل لي اوزموتيك دايوريسيس فممكن يقلل لي يعمل لي فوليوم ديبليشن تمام، وممكن يزود الريسك اليورينال تراكت انفيكشن، او ممكن العيانين بتوعي يبقى فيهم ايوغلايسيميك دي كي اي، ان العيان بتاعي انا بقيس سكره عشان هو ماشي على العلاج ده سكره كويس، بس ان العيان بتاعي ممكن يبقى دخل عندي في دي كي اي او سميها ايوغلايسيميك ايه دي كي اي.
دولت الايجنت اللي موجوده عندي. في عندي حاجه اسمها الكانا جليفلوزين اللي هي الانفوكانا، او الدابا جليفلوزين اللي هي الفورسيجا، والامبا اللي هو الجارديانز. تمام، عندي الانيشيال دوز بتاعه الكانا كانت 100 ملي جرام بير داي لو ان الجي اف ار بتاعي سوري 300 لو العيان لو نورمال، لكن لو في عندي الجي اف ار من 45 ل 60 بيبقى خليني 100، لو اقل من 45 انا بوقف. الدابة اللي هو الفورسيجا عندي 5 ميلي جرام اب تو ممكن 10 ميلي جرام، برضو لو ان انا ما عنديش ادكوت جي اف ار يستحسن ان انا ما ابداوش. التاني الجارديانز عندي 10 ميلي جرام اب تو 25، برضو لو جي اف ار اقل من 45 انا ما ابداوش، او ان انا هو كونترا انديكيتد لو جي اف ار بتاعي اقل من 30. دولت اللي موجودين عندي في السوق. خلاص انا كده قلت الاورال جروب ايه، كل دراج بيشتغل ازاي، وايه الادفانتج بتاعته، سواء انا يهمني الهايبوغلايسيميا، يهمني الافكت على الويت، يهمني هل ان هو ليه اكسترا بانكرياتيك افكت او ليه افكت تاني زياده عن ان هو بيعمل لي بلاد جلوكوز لورينج، علشان اعرف وانا اختار ازاي. طيب هختار علاجي ازاي، او همشي مع العيانين بتوعي ازاي؟ انت قلت لي اسماء الادويه، طب انا همشي ازاي؟ دي اخر حاجه الاي دي اي 2020. تمام، قلت اول حاجه انا ببدا بيها فيرست لاين ثيرابي از ميتفورمين زائد كومبرهنسيف لايف ستايل اللي هي الويت مانجمنت والفيزيكال اكتيفيتي. تمام، والعيان بتاعي بعمل له فولو اب. لو ان العيان بتاعي مع مش كنترولد، او ان انا العيان بتاعي دولت اللي انا هبدا بيهم، تاني حاجه بسال عليها بقى اشوف الكارديو فاسكولار والرينال افكشن. قال لك دلوقتي ان انت ايفن ممكن تبدا الحاجات اللي ليها كارديو رينال بروتكشن ايفن وانت مالكش دعوه بالاي 1 سي، يعني حتى ايفن لو اي 1 سي بتاعك نورمال انت ممكن تبدا الحاجات ديات، لان هي ليها افكت اكتر من ان هي بتعمل لي بكنترول البلاد جلوكوز. فانا عايزه في الكارديو رينال بروتكشن انا عايزه ليها، عايزه الافكت التاني بتاعها. فانا حتى ايفن لو ان انا مش عايزاها عشان اظبط السكر بتاع العيان، بس انا عايزاها عشان الايه الافكت التاني بتاعها، الكارديو رينال بروتكشن يعني. فلو قال لك لو ان انت عند العيان بتاعي فيه اثرو سكلروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، هل العيان دي حاجه استابليشد او ان هو هاي ريسك للحاجات دي، فقال لك يستحسن ان انت تبدا جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، او تبدا صوديوم جلوكوز بروفايدد ان انت عندك جي اف ار بتاعك كويس. لو ان العيان بتاعك بدات له الحاجات دي ومش مع الميتفورمين والعيان بتاعي مش كنترولد، فانت بتشفت اللي كان على جي ال بي 1 ممكن اضيف معاه صوديوم جلوكوز، او اللي كان على صوديوم جلوكوز اضيف معاه جي ال بي 1، او لو ان الحاجات دياتي مش توليريتد ممكن اضيف اي لاينز تاني معايا للدي بي بي 4. بس يا جماعه الدي بي بي 4 ما بتتحطش مع الجي ال بي 1، يعني الدي بي بي 4 ممكن احطها مع الانسولين مع اي حاجه تانية، بس لو العيان بياخد جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ما بضيفش معاها دي بي بي 4، او احط بيزل انسولين، او احط اي لاين تاني على حسب انا العيان بتاعي هيقدر يجيب ايه، او انا ايه اللي انا خايفه منه في عياني يخليني ابعد عن الدواء ده، وايه اللي انا عايزاه يخليني ابريفير الدراج ده. يعني تاني حاجه لو العيان بتاعك فيه كارديو هارت فيلير او كرونيك كيدني ديزيز، تمام، العيان بتاعك ده احسن حاجه ان انا ابدا له، ممكن ابدا له صوديوم جلوكوز، او ان انا لو صوديوم جلوكوز مش كنتروليتد ممكن ادي الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. وبرده لو وصلت للتارجت خير وبركه، وصلتش للتارجت انا بشفتت بينهم ما بين بعض، او ان انا بضيف حاجه تاني دي بي 4 بس مش ساكسجليبتين علشان العيان بتاعي هارت فيلير، او ان انا بضيف بيزل انسولين. طيب العيان بتاعي ما فيهوش كارديو فاسكولار ولا رينال ريسك فاكتور، بس خلاص يبقى انت هتختار على حسب الهايبوغلايسيميا، على حسب الويت، على حسب الكوست. يعني لو العيان بتاعي بيدخل في هايبوغلايسيميا فانا بعايز اختار له دواء ما بيعملش هايبوغلايسيميا. ايه هي الحاجات اللي ما بتعملش هايبوغلايسيميا عندنا؟ قلنا زي الدي بي 4 والجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، صوديوم جلوكوز، التيزيديز، اي واحد منهم ينفع ابدا بيه عادي، مفيش حاجه بريفيرابل عن الثانيه. وفولو اب للعيان بتاعي كنترولد
تمام مش كنترولز، بضيف لاينز من ال... يعني باد لاين، باد لاين تاني معاه. طب لو ان برضو مش كده ماشي على متفورمين وماشي على فيرست لاين مش كنترولد، مشيته على حاجه تاني كده العيان بتاعي ماشي على تريبل سيرابي، ممكن اضيف لاين تاني للعيان يبقى ماشي على كوادرابل سيرابي، او ممكن ساعتها ان انا اكونسيدر ان انا اضيف للعيان بتاعي ايه انسولين. طيب لو ان انا العيان بتاعي اوبيزيتي هي اللي مشكلته ان انا عايز اضيف له حاجه ما تزودش الوزن، فممكن ساعتها اختار الجي ال بي 1 او صوديوم جلوكوز، هما اللي ليهم ايه ليهم ويت لوس افكت. تمام، وبعمل فولو اب، وصلت للتارجت خير وبركه، ما وصلتش فشفتت بينهم ما بين بعض، او ان انا اضيف حاجه تاني تكون مثلا نيوترال على الويت زي الدي بي 4 لو عياني مش كنترولد، خلاص بقى هضيف بقى سلفونيل يوريا او انسولين او تيزي ديز، لان هو خلاص عياني مش كنترولد على الحاجات دي، فهم اللي باقيين عشان اوصل للكنترول. لو الكوست بقى واللي هي الاكتر حاجه بتقابلنا احنا وبتحكمنا، يبقى انا عندي السلفونيل يوريا والتيزي ديز هم الكوست بتاعتهم قليله، ببدا بحاجه منهم مع الميتفورمين وبعمل فولو اب، لو مش كنترولد بضيف اللاين التاني، لو مش كنترولد ببدا ممكن اضيف انسولين او ممكن اضيف ايه دي بي 4. دي نفس الكلام اللي احنا قلناه خلاص. يعني هي يعني في حاجة تانية بس انا عايزة اقولها، لو ان انا ممكن من الاول نفسه تمام انا بدأت لايف ستايل تمام وبدأت بدأت لايف ستايل وبعدين اشوف الـ A1C بتاعي بتاع العيان اخباره ايه، لو ان العيان بتاعي الـ A1C بتاعه اقل من 7.5 يبقى ساعتها ده هبدأ له مونوثيرابي. تمام، لو الـ A1C بتاعي اكتر من 7.5 يبقى ده بيستحسن ان انا ابدا للعيان بتاعي الدول سيرابي، ان انا اعمل يعني كوركشن يعني اعمل استريكت كنترول بدري احسن، طالما ان العيان بتاعي يقدر يسمح يعني ببدا مونوثيرابي، قلنا ببدا بميتفورمين وبعمل فولو اب كمان 3 شهور واشوف الدنيا كنترولد ماشي مش كنترولد بنط على اضيف لاين تاني اي حاجه على حسب اللي احنا قلناه الهايبوغلايسيميا، او انت هتختار الايجنت اللي انت عايزه على حسب العيان بتاعك، واستنى 3 شهور وفولو اب مش كنترولد بخليه على تريبل سيرابي، بعدين لو ان هو تريبل سيرابي مش كنترولد ممكن ان انا ابدا ساعتها اضيف له ايه اضيف له انسولين. او لو ان انت الجلوك الـ A1C بتاعك بادئ العيان بتاعي A1C اكتر من 9 وفي سيمتومز كتابوليك سيمتومز ويت لوس وهايبر جلايسيميا وبوليوريا وبوليديبسيا، العيان بتاعك فيه جلوكو توكسيسيتي عاليه، فيستحسن ان انت تعمل له كنترول للجلوكوز العالي ده بانسولين الاول لغايه ما يبقى كنترولد، وممكن ساعتها او بعدها ترجعه على اورال. لو عيانك ما فيهوش سيمتومز ساعتها ممكن تبدا له بالدول سيرابي وتشوف الدنيا اخبارها ايه. حد عايز يقول حاجة في الأورال قبل ما أقول هبدأ إنسولين إزاي، أو ممكن بلاش إن أنا أقول بلاش الإنسولين في العيان تايب 1 وخلينا على الأورال بس ومرة تانية نبقى نقول إنسولين؟ أنت قصدك إن في باقي المحاضرة بعد كده مش كده؟ لا هو أنا يعني هو أنا دلوقتي قاعد إن أنا بقول إن أنا لو إن أنا الأورال فيلد معامل العيان بتاعي ماشي على تريبل سيرابي او ماشي على كوادرابل سيرابي ولسه مش واصل للتارجت، فساعتها هقعد حاجه انجكتابل، فانا بس هقول الدوز يعني هقولها ادها ازاي يعني. طب ماشي، لا قوليها عشان تبقى الحاجه بالمره. تمام، طيب انا لو قلت ان العيان بتاعي خلاص وصل معايا على تريبل سيرابي ولسه ما وصلتش للتارجت، فساعتها هبدا ان انا اضيف حاجه انجكتابل، يا اما اضيف بيزل انسولين او ممكن اضيف الانجكتابل الثاني اللي هو الجي ال بي 1. تمام، ببدا ازاي؟ ببدا بالانجكتابل انسولين، بضيف بيزل انسولين. تمام، ممكن انا اضيف البيزل انسولين مع الميديكيشن اللي العيان بياخدها، لان البيزل انسولين مش هيعمل معايا هايبوغلايسيميا، فانا ممكن اضيفه على الميديكيشن اللي بياخدها. بس ببدا بجرعه ازاي؟ ببدا يا اما 10 وحدات في اليوم او ببدا من 1/10 انترناشونال يونت بير كي جي بير داي، يعني يا اما ببدا بضيف كده حاجه بيزل 10 وحدات في اليوم او 1/10 انترناشونال يونت بير كي جي بير داي، وبعمل لها ادجستمنت. انا قلت البيزل بيكونترول الفاستنج، فبشوف الفاستنج بتاع العيان دنيته ظبطت يبقى خلاص ال 10 وحدات دولت مكفيين، لا الدنيا بتاعته ما ظبطتش يبقى برده بزود من وحدتين لاربع وحدات كل 3 ايام لغايه ما اوصل للتارجت. لا عيانك دخل منك في هايبوغلايسيميا يبقى انت لا محتاج تقلل الجرعه دي، برده بقللها باربع وحدات وبشوف لغايه ما اوصل للتارجت. طيب ضفت بيزل انسولين
والعيان بتاعي لسه برضو مش كنترول، لسه برضو سكره بيبقى عالي وبيبقى في عندي بوست برانديال هايبر جلايسيميا، عندي حل من ثلاثة، يا اما ان انا اضيف مع البيزل انسولين، ممكن ان انا اضيف الجي ال بي 1، او ممكن ان انا اضيف حاجه زي ما انا قلت في الاول كده، لو العيان بياخد انسولين وجاي بيشتكي لي بس كل مشكلته بوست برانديال هايبر جلايسيميا، ممكن اضيف حاجه رابيد اكتنج انسولين قبل اللارج ميل، او ان انا هشفتت العيان بتاعي خلاص على بري ميكسد انسولين. تمام، الجرعه اللي انا بضيفها قبل الميلز برضو يا اما ببدا باربع وحدات او 1/10 انترناشونال يونت بير كي جي، او 10% من البيزل انسولين، وبعمل لها ادجستمنت وبزود من واحد لوحدتين كل 3 ايام برضو لو كان هايبر، او لو ان العيان دخل مني في هايبوغلايسيميا بقلل من وحدتين لاربع وحدات برضو كل 3 ايام واشوف. عياني ضفت له الجرعه المائي دي قبل اللارجست ميل قبل الغدا كنترول دي تمام، لا لسه مش كنترول دي، يبقى ساعتها هضيف واحده تاني، او ان انا خلاص بقى شفتت العيان على بيزل بولس هو فيلد مش عارفه مش عارف يكنترول بالحاجات دي، فانا هخلي العيان بتاعي اضيف له، ممكن اضيف له بيزل بلس كده، انا كنت ضفت بيزل بلس 1، لا هضيف بيزل بلس 2، او ان انا شفتته بيزل بولس ان هو خلاص هدي الجرعه البيزل وهدي البولس اللي هو قبل الوجبات، او لو ان عياني مش هيقدر على الحاجات دي فخلاص حوله على ميكس ستارت ياخده مرتين في اليوم، زي ما قلنا الميكس ستارت البري ميكس الانسولين بيتاخد توايس، مره قبل العشاء ومره قبل الفطار ومره قبل العشاء، وبعمل فولو اب. وممكن الميكس ستارت اخليه 3 مرات، يعني لو العيان مش كنترولد على مرتين مره صبح وليل، ممكن اضيف مره ثالثه في قبل الغداء. يعني برضو اللي انا بضيف من 1/10 انترناشونال يونت بير كي جي، اللي هي الجرعه الزياده اللي انا بضيفها يعني. تمام، او ان انا الجرعه بتاعه الميكستورد اللي انا هحولها للعيان، العيان اللي بيبقى تايب 2 ما ببدالوش بنص الدوز زي تايب 1، لان تايب 2 ده بيبقى فيه عنده انسولين ريزيستنس، بس عنده البنكرياس فيه عندي ريزيرف لسه البنكرياس شغال، فساعتها ببدا له يا اما من 2/10 ل 3/10 انترناشونال يونت بير كي جي بير داي، وبقسمها تلتين وتلت، تلت قبل الفطار، التلتين قبل الفطار، وتلت قبل العشاء. هو انا كده يعني تقريبا خلصت، حد عايز يعلق على حاجة او اعيد حاجة تاني من الاورال؟ هي لفة الاورال صعبة يعني، او تتوه شوية. والله بارك الله فيك يا أميرة، أنت بذلت مجهود كبير ما شاء الله في المحاضرة، جميلة جدا جدا جدا. أعتقد يعني دكتورة أميرة يعني قالتها بهدوء وماشية معكم خطوة خطوة. في حد يعني حد عنده أي سؤال دكتورة أميرة، ولا أنتوا عايزين ترجعوا تذاكروا ونستدعيها تاني؟ محمد عطف عايز يسأل. معلش يا دكتورة أميرة، كنت عايز أسأل، هو أنا أعرف لو العيان أول مرة يعني نيولي دياجنوز دايابيتس والهيموجلوبين 1 سي بتاعه 10 وتايب 2، انا شخص ان هو تايب 2، ففي الحاله دي ابدا له انسولين على طول ولا هيبدا برضو اورال؟ يعني هيبدا من ما دي انا قلتها يا محمد، ده هي في اخر سلايد دي، هي في السلايد دي دلوقتي 10 ده كان في الجايد لاينز اللي قبل كده 2020 قالت لا، لو الاي 1 سي بتاعك اكتر من 9 عندك حاجتين، العين بتاعك فيه كاتابوليك سيمتومز، في بوليوريا وبوليديبسيا وويت لوس، يبقى ده معناها، وان الراندم بتاعك اكتر من 300 فده معناها ان انت عندك العيان دوتي عرضه للجلوكوتوكسيسيتي عاليه فيه، فهي اللي عامله لي الكتابوليك سيمتومز، فانت هبقى محتاجه ادي انسولين عشان اقلل الجلوكوتوكسيسيتي، ولما الدنيا تهدى معاه انا هرجعه يبدا اورال، بس ساعتها لا، طالما في كتابوليك سيمتومز يبقى انا هبدا له انسولين. لا لقيته اكتر من 9 والعيان بتاعك ما فيهوش الكتابوليك سيمتومز دي، العيان ما فيهوش ويت لوس وما فيهوش البوليوريا والبوليديبسيا الفظيعه ولا الحاجات دي، ساعتها لا تبدا له دوال سيرابي وتعمل له فولو اب. تمام. طب حضرتك قلتي من السايد افكت بتاع السلفونيل يوريا ان هو بيعمل هايبوجلايسيميا، لو عيان انا قررت ادي له انسولين وهو ماشي على سلفونيل يوريا
اغير السلفونيل الغيري بحاجه ثانيه؟ طبعا ايوه طبعا، انا مش هضيف الانسولين مع السلفونيل الغيري. انا قلت ان انا في الكومباينيشن مين اللي عياني في ريسك للهايبوغلايسيميا، انا هبعد عن الحاجات اللي بتعمل لي هايبوغلايسيميا، هي منهم اكتر حاجه اللي هي السلفونيل الغيري. فانا لو كده العيان بتاعي في هايبوغلايسيميا انا هشفت السلفونيل الغيري دي، انا هبعد عنها خالص. تمام ماشي شكرا. معلش يا اميره كرولوس عنده سؤال. ماشي يا اميره. كرولوس اوكي انت طيب الاول. حضرتك طيب وهتعمل محاضرات بكره يا استاذه اميره؟ بكره لا هنعمل احنا محاضرات يا كرولوس، عندك مشكله يعني؟ بكره العيد بس. حضرتك طيب يا دكتوره اميره، معلش ما حكيتش الدايجنوزس، بس في عياده التيسير بيجي لنا عيانين من 20 ل 30 سنه ومعاه الكارت الاحمر بتاع العيادات السكر ماشي على اورال، فهو على اي اساس المريض ده يعني ابتدى معاه العلاج ابتدى اورال وهو يعني سنه اقل من 30 سنه؟ ماشي يا جماعه، يعني هو انا قلت في الكلاسيفيكيشن، انا قلت الحاجات الكومون الحاجات الواضحه، انا عندي تايب 1 وعندي تايب 2 بيبقوا يعني حاجه واضحه. موضوع الايج ده كان زمان، لكن دلوقتي ممكن تايب 1 يجي في سن كبير يجي بعد 30 سنه اللي هي اللاده الليتنت اونست، او ان انا ممكن تايب 2 يجي في عيالين في تشيلدرن بسبب يعني الاوبيزيتي الزياده وي، فبيبقوا عندهم انسولين ريزيستنس ممكن يبقوا طيب 2. فانت على حسب العيان بتاعي انا ممشي ايه، هل ان انا العيان بتاعي ده فيه فاميلي هيستوري عياني اوبيز، العيان فيه مانيفيستاشن بتاعه انسولين ريزيستنس، لو ميل مثلا هلاقي فيه عندي الاوبيزيتي والاكانسوزس نيجريجانس وبوزيتيف فاميلي هيستوري، يبقى ده موست اللي هيبقى مع يعني يمشي ان انا عياني يكون طيب 2 وجاي السيمتومز بتاعته مش فظيعه، مايلد يعني الهايبر جلايسيميا بتاعته مش حاجه كبيره عامله لي كاتابوليك سيمتومز بقى ويت لوس والحاجات دي، ده ممكن اقول ان انا عياني يمشي عليه ان هو طيب 2 وهبدا له اورال وهعمل فولو اب اشوف العيان الريسبونس بتاعه اخبارها ايه. تمام، او لو ان العيان بتاعي جاي في السن كبير مثلا والعيان بتاعي بس جاي بسكر عالي وجاي بويت لوس وبوليوريا وبوليديبسي او جاي باسيدوز مثلا بدايبيتك كيتو اسيدوز، لا ده انا هقول ان خلاص ده انا عياني يمشي طيب 1 حتى ايفن لو ان العيان سنه كبير. هي بقى اللي بيلخبطني تمام دولت الحاجتين الواضحين اللي انا هقول ان انا العيان بتاعي ده جاي بكيتو اسيدوزز والويت لوس والحاجات الهايبر جلايسيميا الفظيعه، ولا ان العيان بتاعي مثلا فيه المانيفيستاشن بتاعه الانسولين ريزيستنس وفي فاميلي هيستوري فيمشي ان هو طيب 2. انا اللي بيلخبطني ان انا عيان جاي لي دايابيتك ولا مكمل لي الكرايتيريا بتاعه تايب 1 او الفينوتايب بتاع تايب 1 ولا الفينوتايب بتاع تايب 2. تمام، هو ده اللي مشكله اللي انا هو ده اللي بيخليني انا مش عارف احكم على العيان ايه، فده هو اللي ساعتها اللي بيبقى محتاج انفستيجيشن ان انا هعمل للعيان بتاعي ده انسولين وسي بيبتايد علشان اشوف العيان بتاعي ده عنده انسولين ولا ما عندوش انسولين، لو ان العيان بتاعي بعدين محتاج ان انا اعمل له انتي بوديز، لو ان العيان بتاعي ممكن يمشي ان هو مونوجينيك هيبقى محتاج ان هو يعمل جينيتك ستادي. فالعيان اللي انت مش عارف له حاجه ده اللي هو هيبقى محتاج فيرذر investigation يعني بحاجه يعني بعدين يعني عشان اقول ان هو ده تايب 1 ولا تايب 2. انا بس اتكلمت على الناس اللي هما الكومن برزنتيشن اللي احنا عارفينه. اللي محيرك ده لا هتسال حد كاندوكراين او انت هتسحب له سي بيبتايد، والله سي بيبتايد اقل من واحد يبقى لا العيان ما عندوش انسولين وده هيبقى انسولين ديبندنت وهديله انسولين، لا السي عنده سي بيبتايد لا ده العيان بتاعي ممكن يمشي ان هو حاجه مونوجينيك او حاجه تايب 2 وابقى محتاج الجينيتك او الحاجات دي اللي هي ما بتتعملش عندنا، يعني احنا لو عملنا سي بيبتايد يبقى كويس. تمام شكرا دكتور. ما تنسيش يا باشا المحاضره بتاعه السكر. معلش سؤال صغير تاني، لو هو ماشي على سكريتا جوب لازم يوقفها قبل ما يسحب السي بيبتايد ولا لا؟ انت ايه رايك؟ خد وقفها ولا ايه؟ خد وقفها. ايوه طبعا المفروض يوقفها لان هي سكريتاجوج هي بتطلع لي انسولين، والسي بي تايب ده الكاتابوليزم بتاع الاندوجينس انسولين فالمفروض يوقفها. تمام شكرا خالص. ماشي على العفو. محمد عندك سؤال تاني؟ محمد عاطف اخر سؤال معلش دكتور يا ناس. دكتوره ميرا حضرتك قلتي في تايب 1 اللي هو الدوز من 4 من 10 ل 1 يونت وهنبدا ستارتنج 5 من 10،
تمام. معلش حضرتك انا مش برضو مش فاهم حتى الان ان انا لو وصلت مع العيان الماكسيمم دوز هي حاطه الجوتيه، بس انا بصراحه لسه مش مستوعبه ان انا لو دخلت العيان مثلا هو 60 كيلو مثلا وصلت معاه 60 يونت، الخطوه اللي بعدها ايه اعمل ايه لو العيان مش كنترول؟ طيب. انا بصراحه الان مش عارفه استوعبها يعني. ماشي انا قلت يا جماعه انا عياني تايب 1 علاجه انسولين ثيرابي، تمام. ده عيان ابسولوت انسولين ديفيشنسي، اللي هيعمل له كنترول للهايبر جلايسيميا هو الانسولين، تمام. فما فيش حاجة اسمها ماكسيمم دوز، أنا دولت عندي دولت اللي مفروض الجسم الطبيعي في النورمال ميتابوليك ريت والنورمال ما فيش ستريس ما فيش انفكشن، دي الديلي ريكويرمنت بتاعتي. طب لا عياني مثلا، لا عياني 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 وزنه زاد، عياني مثلا في ستريس في الكونديشن، عياني دخل في أي كومبليكيشن تانية، عايز ريكويرمنت تانية، الريكويرمنت بتاعته أعلى من كده. فمفيش حاجة اسمها أبر ليميت، أنا اللي بيحكمني أنا جرعات الأنسولين إيه، إن أنا وصلت للجلايسيميك تارجت ولا ما وصلتش للجلايسيميك تارجت، مش بيحكمني إن أنا وصلت الأبر ليميت. طب أنا وصلت الأبر ليميت خلاص هعمل له إيه؟ هو علاجه أنسولين، هزود الأنسولين. تمام. وصلت؟ آه وصلت تمام يا فندم، شكرا. ترى أميرة هل ممكن أدي في تايب 1 حاجة إنسولين سنسيتايزر يعني زي متفورمين أو دي دي بي بي فور مع الإنسولين في تايب 1؟ لو إن هو العيان الكلاسيكال تايب 1 اللي هو كومبليت بيتا سيل ديستركشن مفيش حاجة أبروفد إن هي كأورال ميديكيشن اللي يتاخد تاني في تايب في تايب 1. هو تايب 1 إنسولين يعني حتى هو سنسيتايزر هيشتغل. ما هو مفيش هو اصلا يا ياسر هو يعني هو اصلا التايب 1 ده انسولين سنسيتيف، لان هو اصلا ما عندوش انسولين، هو ما عندوش ريزيستنس، هو ما عندوش انسولين، فهو اصلا تايب 1 ده انسولين سنسيتيف بدليل ان هو بيرسبوند على الانسولين، ما بيغلبنيش في الريسبونس، فهو اصلا تايب 1 ده انسولين سنسيتيف. ما فيش حاجه ابروفد اورال في عيان تايب 1، تايب 1 انسولين بس. هو انا بس ليا تعليق يا اميره، هو مبدئيا كتر خيرك على يعني العرض السلس زي ما بيقولوا للمحاضره. I have only a one comment ان we as a nephrologist we don't have any evidence for oral hypoglycemics in GFR below 30 ملي بير مينيت بير متر سكوير. يعني انا ما اقدرش ادي عيان GFR بتاعه اقل من 30 ما اقدرش اديله اورال. ليه؟ لان ببساطه الترايلز المعموله كلها عندكم العيانين اللي دخلوا الترايل دي كلهم GFR بتاعهم فوق ال 30، فهي بس نقطة وتركة للنواب العيانين اللي هم كده كرياتهم فوق التلاتة وفوق الأربعة، ده ريسك جدا ان انا اديله اورال هايبوغلايسيميك. هو انت قلتي جملة يعني I respect this ان في personal experience، بس يعني personal experience دي للناس الكبار الواحدة زي لا 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 ما انا هقول يا دكتورة من حاجة، انا personal experience دي انا بتكلم على عيان هو diabetic وبقى في المرحلة دي ومكمل على الدراج وما دخلش في complication، ده هيكمل. لكن مش عيان جاي لي بجي اف ار قليل وانا هبدأ يعني وانا ابدأ له حاجة oral، يعني ده risk للهايبوغلايسيميا والريسك للكومبليكيشن فيه اعلى. لكن احنا بنشوف مثلا عيالين ضيابيتك من زمان وبقوا مثلا ايفن كرونيك كيدني ديزيز او انت ستيج ومكمل مثلا على هو على احنا وي دونت ريكومند الاورال هايبوغلايسيميك في الاند ستيج، وي هاف نو ايفيدنس ات اول. يعني انا العيان اللي هو اند ستيج المفروض ان هو ده هيبقى على انسولين، لان ايفن حتى الانسولين مش دايلايزد بالظبط. تمام. فالفكرة ان انا ما اقدرش عيان ضيابتك ماشي على يعني اللي احنا حتى ايفن احنا الكلام ده بنشوفه عندنا في الوحدة، ان يعني بدون ذكر اسماء يعني ان العيانين اللي بيبقوا ضيابتك اساسا عياننا كلهم مع الوقت سكرهم بينزل وبيبقى يعني بيبقى 200 و180 وبيدخل كمان في هايبوغلايسيميا، فانا اساسا في الغالب بوقف كل ادوية السكر اللي بياخدها. لكن العيانين اللي بيفضلوا سكرهم عالي still will be maintained on long acting insulin، ودي حاجة احنا كلنا كبتوع نيفرولوجي بريفير، لان العيانين دول المشكلة انهم فرايبل، الانوركسيا بتاعتهم بتخليهم ما بياخدوش الميلز بتاعتهم في وقتها، فالاورال هايبوغلايسيميكس ار سو ريسكي. واحنا ما عندناش اي داتا وما فيش اي ترايلز على العيانين الاند ستيج اتعملوا وهم واخدين اورال هايبوغلايسيميك، لكن الترايلز المشهوره بتاعتكم انتوا سواء كانت الحاجات القديمه او الحاجات الجديده كل العيانين اللي فيها الجي اف ار. انا قلت في السلفونيل يوريا لو في حاجه ثيرد جينيريشن تمام، اما هم لغايه ال 30 30 دول هو كرياته 3 ونص لو حاجه مايلد. لكن لو ان هي مودريت امبيرمنت انا لا سواء كده سواء على فكره سواء رينال او هيباتيك، يعني يا جماعه العيال مايلد رينال امبيرمنت او مثلا هيباتيك تشايلد ايه انا ممكن اديله الاورال وكونسيدر ان انا ببدا بدوزز قليله. لكن العيان مودريت امبيرمنت لا، انا ساعتها العيان بالمنظر عيان دي كومبنسيتد انسولين.
تمام. هو انا كان عندي سؤال فستقي بس يعني هو مش مجاله مع النواب، بساله لك على جنب. عن العيانين بتوع الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهيبيتورز، هل ليهم رول في العيانين بتوع تايب 1؟ هو مش ابروفد يعني، هم مش ابروفد. اه ما عارفه مش ابروفد، بس هو لسه مش ابروفد يعني، هو لسه حاليا الترايل دي شغال عليه لكن مش ابروفد. تمام شكرا يا اميره تعبناكي. كمان حد عايز يسال حاجه تاني؟ دكتورة أميرة. نعم. أيوة دكتورة أميرة. أيوة نور. بص يا باشا، أنا كان مرة قريت كيس كده عن حالة كانت تايب 1 دايابيتس، وكانت وصلوا معاها إن هي واخدت 3 أضعاف وزنها إنسولين. تمام، وبرضه البنت مش مستجيبة، وبعد كده غيروا لها ستارت اوف انجكشن، يعني خدوا كل السيستمز ان هم يغيروا ستارت اوف انجكشن، وبرده البنت مش مستجيبه وسكرها برده في الرقميات. المهم ان هم في الاخر، يعني في اخر الكيس اللي انا فاكراه، ان هم قالوا ان البنت دي طلعت انتي بوديز للانسولين نفسها. تمام، هو ده يعني ده بيحصل فعلا ولا لا، ولا دي كانت كيس كده مش بتحصل؟ لا وارد يحصل الكلام ده، بس دي هتبقى بتدخل في هايبوغلايسيميا برده. يعني الانسولين انتي بوديز دي بتبقى في حاجتين ممكن تحصل لعيان بياخد انسولين، وممكن تحصل في عيان اصلا مش دايابيتك ما بياخدش اكسوجينس انسولين، تبقى ايفن حقبته ان هي تبقى اجينست الاندوجينس. بتبقى الفكره ازاي؟ ان هو بيبقى الانتي بوديز بتروح تمسك في الانسولين فبتمنعني الاكشن بتاع الانسولين. تمام، فيبقى في عندي هايبر جلايسيميا، سكر عالي على طول. تمام، وبعدين شويه بعد ما شويه كده يحصل لها ريليز من الانسولين، فيبدا الانسولين يشتغل، ممكن العيان بتاعي يدخل مني في هايبوغلايسيميا. فدي يعني موجوده بس دي رير قوي، يعني عارفه اللي هو دي ايه، اللي هو كيز ستادي، يعني مش حاجه احنا بنشوفها كتير. او انا يعني انا عن نفسي انا شفت انسولين انتي بودي عيانه كانت اوتو اميون سيستميك لوبس، وكانت تدخل في فريكوانت هايبوغلايسيميا، يعني وصلنا معاها ان هي انسولين اوتو انتي بودي سندروم. لكن كعيان بياخد انسولين ووصل لحاجه زي دي انا بصراحه ما شفتش، فتبقى جرير يعني. طب ساعتها انا اعمل لها ايه؟ يعني هعالجها ازاي؟ دي بتغيري التايب بتاع الانسولين اللي هي بتاخده يا نوره. تمام، يعني هي بتبقى انتي بودز للانسولين حاجه معينه، فانت بتغيري ال بس يعني. خلاص تمام، شكرا دكتوره. شكرا جدا 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 يا اميره، والله تعبناكي جدا جدا، محاضره اكثر من رائعه يعني. اعتقد كلنا على جميع المستويات كبار وصغيرين استفدنا من المحاضره بتاعتك، تجميع حلو جدا جدا ان شاء الله. ماشي يا جماعه، في حد عايز حاجه تاني؟ اللي عايز اعتقد احنا تعبناها قوي. لا مفيش مشكله معاكم. ليها ساعتين ونص والله كتر يا جماعه، خليها بالمنيه تعبت على الاخر يعني. ممكن اي سؤال بعد كده ابعته لها برايفت بقى. خلاص يا جماعه، لو أيوه؟ حد لو حد ايفن حابين يعني تقروا المحاضره وبعدين نبقى مره تاني نتناقش فيها، تكونوا جهزتوا اسئله بعد ان انتوا بقريتوا، او انا اسال برضو، يبقى ماشي ممكن نخليها مره تانية. تمام، في حد بينادي عم بيقول دكتوره ولاء وبيسكت. انا يا باشا متواضع. اه اتفضل يا دكتور كرولوس، ازاي كل سنه وانت طيب؟ قاعد ليله العيد بتعمل معانا ايه؟ ما فيش يا باشا، جافين كل حاجه بره. كل حاجه مقفوله بره. قلت اقعد مع الناس دي اشوفهم. فايده الحظر، تقعدوا تسمعوا لكم كلمتين مفيدتين. بس طب لو في حاجه من حتى بالنسبه لعينين الرينال ديزيز، المانجمنت بتاعهم بيختلف في رمضان، عشان خاطر لو في حاجه حضرتك محاضره ممكن تعملها لنا زي كده يعني. هو بص يا كرولوس، عشان نكون متفقين، هو في حاجتين. هو المفروض ان انا هشرح دايابيتك كيدني ديزيز. هو الحقيقه لو انت كنت حضرت معانا امبارح ياسر، وادي النهارده اميره، there is nothing left to be said، يعني انا ما عنديش حاجه ثانيه اقولها فوقهم، بس I will make it a simple approach to juniors. تمام، العيان الدايابيتك كيدني ديزيز في عندنا احنا، وهو في الاي ار، وهو في الاوت بيشنت، وهو في الان بيشنت. خلاص ان شاء الله يا اميره، باذن الله على وعد منك بلقاء ثاني ان شاء الله معاكي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله برضه ما تحسيش ان احنا دبسناكي يعني. لا لا والله انا كنت ناويها من زمان، دي فرصه يعني، هم حظهم حلو ان هي جت كده علشان ما تتاخرش يعني. لا هي اكيد حظهم حلو والله ان احنا سمعناها منك يعني، اعتقد ان هي ان شاء الله محاضره مهضومه. شكرا جدا جدا يا اميره، بارك الله فيك. لا لا، السلام عليكم. وعليكم السلام.